مفيش ما في بنات واقفة عيب كلوت ايه؟ عيب؟ عيب جدا. اه انت في الحمام والله عيب. اقليمي ولا ايه؟ ما هو يا عم ايه ده؟ واحد بيقول كلايت. ايوه الكلايت. كلايت اهو بيقول ده يا عم احمد بتاع الجرايد، بس هو والدك في السين فبقول كلايت. كلايت كلايت. اه تاخد كوموليه؟ طب اكل كوموليه والله. جمهوريه ما تتاكلش الكوموليه، ده بيقول الجمهوريه. جمهوريه. اه خالتي بتسلم عليك. انت خالتك تعرفني منين؟ ما انت مش عارفني ولا ايه؟ ده مين؟ افتكر بتاع كلاي رئيس. مش فاكرني ولا ايه؟ ليه؟ طب كده تفتكرني؟ بص كده. اه نشوى مصطفى. اه بتاع الهام. بتاع المساعد. ايوه بتاع المساعد. بس وطي صوتك، انت عايز تتفضح ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ الميت جنيه اللي اتقطعت ديت هتتخصم منك 1000 جنيه. يا عم والله ما هم اللي قطعوا، ما هو بن شمال اللي علمني غلط. انسى الموضوع ده خالص بقى، انا عايزك تركز في اللي جاي وتشتغل وانت مطمن وتعرف ان احنا جنبك. ماشي. انا جنبك هنا في الكواليس. ماشي. سلام. مع السلامه. مع السلامه. هو حد ياخد باله منك ويعرف انك جاسوس ولا حاجه؟ ما تسيحش ما تسيحش. يا عز. يا عز قول لي انت هتاكل ايه؟ هاكل زي ما هتاكله بقى خلاص. ماشي. خد قطع لي دي. ما تركز يا عم. فكلي دي فكلي دي فكلي دي. طيب انت هتاكله ايه؟ كشري؟ كشري. حلو كشري. هتاكله كشري؟ اه. احط لك عليه كلايت؟ المصريين دول دمهم خفيف قوي جدا. عم حمدي احنا هناكل كشري. هناكل كشري عم حمدي. اجيب لك ايه؟ هات لي واحد ميكس جريل كلايت بره. شكرا. صوت امي رايح. حمدي هات شاي هنا العز دي وتعالى بسرعه يا حمدي. الشاي والسكر كوبايه واحده. لا شكرا يا استاذ حمدي. شكرا. لا مش عايز. الف شكر. مع الف سلام. خليك في صوتك. مع الف سلام. معانا عايز احنا هنعمل حفله سمر دلوقتي. سمر؟ اه يعني هتغنوا ترقصوا كده؟ اه جدا طبعا. ماشي. انا ممكن اغني معاك؟ ايه ده؟ يا ريت. اه تغني. ماشي هسمعكم حاجه حديثه بقى. ماشي. غير القديم ده خالص. ماشي. استنى استنى بس استنى. اه ماشي. يا عبسلام اوبا. بابا يا بابا يا بابا. اديني. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. رفرفه رفرفه رفرفه. بابا يا بابا يا سلام. اوبا يا بابا. استنى انت طلعت حلو اهو. سؤال بس، هو انت ليه عملت كده وقتامل كده؟ مش المطرب الشعبي لازم يبقى عامل كده؟ لا خالص، ده دول اللي ملسومين على علب السجاير. لا خرب بيتك يا بن شمال. الله يخرب بيتك كله. ده التاني بين البنين. الله يخرب بيتك. ماشي ماشي. انت بتعرف تقول حاجه غير الغنى؟ اقول لكم شعر. قول. طب عايزين شعر عاطفي ولا رومانسي ولا شعر بوليسي؟ ايه ده، هو في شعر بوليسي؟ امال ايه؟ طب سمعنا حاجه بوليسي. يعني مثلا الضابط وامين الشرطه والعسكري الثلاثه بوليس. الله. ممكن حد يفتكر كلامي دون تهجيس. الله. لكن احنا مش هنسيب الميدان حتى لو بقينا بلابيس. ايوه جدع. ايوه ابوس ايدك خدني معاك اشتغل لبيس. يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جرأتك. معايا مصاب. مصاب. لا حول ولا قوه الا بالله. معانا مصاب. معانا مصاب. معانا مصاب. معانا مصاب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الافوره دي؟ لا خلص دول الاتنين مطاطي. ده حتى بيزغزغ قوي. اه والله. ايه ده في تصوير؟ لا استنى بقى. اه استنى بقى واحده كمان كده. اه بس انجزني عشان عندي دخله مصاب ثانيه في محمد محمود بسرعه. يعني اكيد طبعا الداخليه هم اللي عملوا فيك كده وضربوك بالرصاص الحي في عينيه. اه يا عم مضروب بالرصاص الحي في عينيه. ده مضروب بين رجليه. مضروب في رجليه بالطوب. أيوة. يبقى اكيد الداخليه الظلمه هي اللي ضربته بالطوب الحي في رجليه. لا لا حرام عليك حرام. الضرب ما كانش جاي من ناحيه الداخليه، الضرب كان جاي من ورا. يبقى اكيد الداخليه الظلمه لفت من ورا ضربته وراحت رجعت تاني. الداخليه. ايوه بلطجيه. والله الداخليه بلطجيه. بلطجيه. ايوه كده بالظبط. والنبي كده يا ابني عشان الكذب. أيوة. استعنا على الشاه بالله. ايوه احنا قناه الجزيره. ها ركزوا معايا. الجزيره. اه اللي هو بتاع احمد السقا وهند صبري. احمد السقا الجزء الثاني بيصور دلوقتي. هو في جزء ثاني؟ ايوه
ده فين ده؟ انتوا مش جزيرة الفيلم؟ لا يا احنا جزيرة القناة، قناة الجزيرة. قناة الجزيرة المباشر معك؟ ايوة ايوة صح، ده مستنيكوا. ايوة ممكن اشوف شغل بقى حضرتك. اتفضل سيادتك. اتفضل يا استاذة. واحنا ماشيين وبمنتهى الصدفة لقينا مواطن مصري بيشتم في الداخلية. انا سمعت حضرتك وانت بتشتم في الداخلية وده معناه انك وطني جدا. اتعرف باسم حضرتك؟ عز را. ايه؟ عز را. ايه مطالب حضرتك يا استاذ عز؟ حضرتك عيش وحرية وكده وبتاع. لا معلش سوري انا مش فاهمة يعني ايه كده وبتاع. عيش وحرية وكده يعني، ما هي اصل الحكاية ما كانتش كده، اصل الحكايه كان في ناس بره كده يعني حبوا يخشوا في الموضوع وكده، قال لك مش معقوله هنسيب البلد دي كده، لازم نخليها كده وكده وكده، فبعتوا ناس كده وراحوا جم ناس تانيين كده ركبوا كده، واخده بالك؟ لكن الناس اللي كانوا موجودين كده ما كانوش شايفينها كده، وراحوا دول الناس دول كده والناس دول كده، بقى دول كده يضربوا في دول كده ودول كده يضربوا في دول كده اهو، لغايه اما جالهم راجل كده قال لهم ايه انتوا فاكرينها انها هتبقى كده؟ لا ده انتوا في عينينا وكده. راحوا 30 مليون بقى نزلوا وكده بقى وقالوا ايه وكده وبتاع، لكن بعد كده ما بقاش دول كده ولا دول كده، وان شاء الله اللي كده هيرجعوا مكان ما كانوا كده باذن الله. استاذ عز انا ما فهمتش من حضرتك حاجه، بس واضح انك وطني وكده. والله ولا انا فاهم. ميرسي جدا. ميرسي جدا للساده المشاهدين، وزي ما انتم عارفين دايما ان قناه لو سمحتي بس، هو انتوا قناة الجزيرة؟ ايوه. امال قناة التت يبقى شكلها ايه؟ بتقول ايه؟ يعني انا بقول لمعاليكي انا عايز خدمة صغيرة منك، انا امي بتغسل كل يومين فبناشد اصحاب القلوب الرحيمة لو يعرفوا مسحوق رخيص متبهدلين مصاريف. والله شكرا. ميرسي جدا لسادة المشاهدين، وزي ما انتوا عارفين دايما ان الجزيرة بتهتم بالرأي والرأي نفسه. يلا باي باي. باي باي. باي باي، مع السلامة. مع السلامة. ايه مشي بجد الرئيس؟ مشي انت بتتكلم. الرئيس مشي. انت مغلوب ومسخر. الرئيس مشي. الرئيس مشي. ايوه انتوا ليه فرحانين ان الرئيس مشي؟ هو كان مشلول. تتري بنت التي بس، 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 اسرائيل 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 اسرائيل. بس انت ماسك علم اسرائيل؟ هو انت قطري؟ لا ده انا ماسك العلم ده عشان اولع فيه. عزرا يا كوف اثبت مكانك. يا كوف عزرا يا كوف، ايه ده انت عرفتني؟ طبعا عرفتك. الحمد لله اخيرا حد عرفني. وقعت يا عزرا. مش انت المصاب؟ انا المقدم سليمان عيد. ده طالع بمنظرين، واحد بشعر وواحد من غير. ربك قادر. ايوه حضرتك عرفتني يعني الحمد لله. احنا راضيين كل تحركاتك من ساعه ما كنت في الموساد يا عزرا. ايه ده، هو عارف كمان ان انا كنت في الموساد؟ والله حتى في اسرائيل ما كانش حد مصدق ان انا في الموساد، وهنا الناس اللي حواليا كله بيقول لحد موساد موساد، ما حدش مصدقني. ايه ده، انا مصدقك بأمارة ماما كانت رقاصة هناك. انت شفتها وهي بترقص؟ بترقص كده. بس يا عزرا انا مش عايزك تحاول تفكر ان في اي حد من اللي كانوا معاك حواليك، كله خلاص اتقبض عليه. ايه ده، وحتى بنيامين خمسة اللي هو رئيس الموساد اتمسك عند طلعت حرب بأمارة ما بيقول كلايت. انت على طول كده اهو، على طول كده اهو، مصر هيبقى كعبها عالي على اسرائيل كده. وبعدين بقى مفيش خطه نعملها لما تبوظوها لنا. المخابرات المصريه مفتحه عينيها كويس قوي يا عزرا، ومصحصحه كويس قوي، واحنا عارفين ومتاكدين ان انتوا ودول زيكم كتير استغلتوا الثوره اللي عندنا هنا وبعتوا عيونكم. طيبين، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يعود علينا وعليكم رمضان بخير. كل سنه وانت طيب يا معلم شغتة. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم الايام بخير. ركب لي يا ابني الزينه دي بسرعه، والنبي علق لي الزينه دي فوق، نزل لي الفانوس ده. الله ينور الله ينور يا جماعه. المعلم شفتوره البلطجي لو جه لا الزينه مش راكبه مش هيصوم السنه دي، هو بيتلكك والله. كل سنة وانت طيب يا معلم شغتة. بربور
كل سنة وانت طيب يا معلم بربور. وانت طيب يا معلم. عامل ايه يا أخبار؟ تمام الحمد لله. ايه يا عم جاي هبب علينا ليه كده؟ في ايه؟ والله العظيم الموضوع ما بايدي، بس المعلم شفطورة السنة دي دماغه ناشفة قوي، وبيقول ان السنة دي الصيام لحد المغرب. ايه ده؟ انتوا كل رمضان هتطلعوا لنا في تقليعة جديدة ولا ايه؟ هو النظام كده السنة دي. في ايه؟ مش صايم ها؟ ماليش دعوة. انت هتعمل طفل دلوقتي وتتلكك؟ انا مش عايز اصوم لحد المغرب ها، ماليش دعوة ها. سنة طيبة معلم شغتة. وانت طيبة زفت انت، هتصوم السنة دي؟ والله العظيم انا ما بقدر على الصيام ده، انت تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي رمضان ده يبقى زي كاس العالم. اشمعنى يعني؟ بيجي كل 4 سنين ومصر ما بتشاركش فيه كمان. اخر راحة ودلع والله العظيم. صدق بالله اللي زيك اللي زيك ما بيصومش، انت اللي زيك متسلسلين دلوقتي. ليه يا عم شطان؟ احنا بلطجية نتكلبش بس. يا رب يا عم اتكل على الله. يا رب هتتكلبشوا على العيد باذنك يا رب. كل سنه وانت طيب يا معلم فانوس. انت طيب عامل ايه؟ ازيك يا معلم؟ والنبي المعلم بيقول لك هو اعلن توبته بمناسبه رمضان ومش هيلم القهوه من حد. تمام حلو زي الفل. واحنا بس هنعدي على كل واحد نلم الزكاه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ دي مش بتاعتكم، هنوديها في مصارف الزكاه الشرعيه. تمام؟ كل سنه وانتم طيبين يا حاره. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. اصحى يا نايم صحي النوم، احنا بقينا في شهر الصوم. ساعة اللالا لسي فهمي، ساعة اللالا لسي محمدي، ساعة اللالا لمو كريم. يا زميلي يا ده خوخو. يا زميلي انت فين ياض؟ اخوك يا صاحبي. انت فين يا صاحبي؟ انا وانا ياض عامل ايه؟ بتعمل ايه مع المسحرات؟ يا عم انا بشتغل معاه. طب خليه يقول اسمه والنبي. قول يا عم انت خوخو. خوخو؟ اسمه خوخو؟ اسمه خوخو. يا عم اخلص. عيني سيني ليلا لسي خوخو. ايه؟ قال خوخو. على فكرة ما قالش خوخو، بيقول عيني سيدي ليلي. انت عينك سيدي ليلي؟ ايه يا عم مش لحليلو اللي بتقوله ده يا عم؟ كرير. ماشي، هات بقى انت الطبلة دي. انا هطبل، وانت قول عيني سيدي ليلي وشلحليلي. بقولك ايه؟ اجري في عربية اجري. ولا كوكو. ايه يا اسطى؟ تعال نشتغل عمك فانوس. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عامل ايه؟ تعال عم ازي ابوك اخباره ايه؟ الحمد لله والله. تمام. عم فانوس والله حلو الحمد لله. تمام الحمد لله. ده ولا ده؟ لا ده. ده ايه؟ ده 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 ماله ده 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 ايوه ايوه ده حلو ده حلو ده حلو ده انا مش اخلص. اخلص لا انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خدت منه الفانوس. برافو عليك يا. عامل فيه ايه؟ ايه يا فانوس يا اهبل؟ يا فانوس مين يالا؟ مين يالا يا فانوس يا اهبل؟ عبيط. لا انت اللي عبيط والله. بص على ليا. يلا يا عم ليا. سلام عليكم يا عم. انا هروح اجيب بقى من عم ابو ليا ده. يا عم اسمه عم ليا. ابو ليا اهو. ماشي عم ليا. عايز ايه؟ سلام عليكم. عليكم السلام. عايزين فلوس الزينه. فلوس؟ ما فيش فلوس زينه. ما بدفعش في زينه يالا. مش من هنا. طب بالزق ليه؟ طيب هو كده. هو كده يا خوخو. ايه يا زميلي؟ الراجل ده بيضربني يا عم. ايه يا عم بتضربه ليه يا عم الحاج؟ فيه اقسم بالله هتفك بالزلط افسفس لك المحل. تفشفش محل مين يا ده؟ انا فشفش لك دماغك 4 ارباع. بس يا عم ما تعرفش احنا صغيرين اصلا، ما حدش هيحاسبنا. صغير مين يا هلف انت؟ ده انت اكبر مني. يلا يا عم بتاع الكلاب. يا بتاع الكلاب يا بتاع الكلاب. لا لا انا ما بدبحش الكلاب. انا ما بدبحهاش، ده انا بربيها. امال كنت امبارح بتدبح ايه تحت بير السلم؟ ده ثعلب. ثعلب يا بتاع الكلاب. لا 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 خلاص خلاص. امسك فلوس. امسك فلوس اهي، بس اوعى تقول لحد اني بدبح كلاب. ماشي ماشي روح. ولا ايه يا اسطى؟ تعال نروح على عمك ورور. يلا بينا. سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور 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 سيدي. البس باروكة. خش عليك عم ورور. سلام عليك. عليكم السلام يا حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا اخويا. ممكن فلوس الدينة؟ ايه على الادب والاحترام والرقي اللي انت فيه ده؟ شكرا. ايه ده؟ شكرا. امشي يالا من هنا يالا. يا راجل يا قرطاس. ايه؟ ممكن تجيب قرطاس؟ مفيش يالا. امشي يالا غور من هنا اهو. طب هاخد ايتايتين. ايتايتين يا ابني. طب يلا يا عم. اوعى يا تخين. اوعى يا عم. ايه ده؟ ده احنا ما كناش عيال يا اخي. احنا كنا ادب ايه وكمال ايه ورقي ايه وعظمه ايه وشياكه ايه؟
شياكة مين يا عم انت هتكذب على الناس؟ انت كنت بتجري في الشارع وانت عيل صغير بفانيلا حمالات حمالة واحدة على المال. هنكذب على الناس؟ معلش يا عم عديها لي كل سنة وانت طيب الشهر الفضيل اهو. الشهر الكريم جه اهو. زي الفل. هتفطر عندي بكرة بقى. ايه؟ هتفطر عندي بكرة؟ لا يا عم انا ما بفطرش في رمضان الحمد لله. ايوه ما هت... ما انت عشان كده هتيجي تفطر بقى عندي بكرة. لا يا عم انا بتغدى على طول الحمد لله يا عم. تتغدى في رمضان؟ اه الحمد لله معروف اقوم الساعة 3 العصر من النوم كده اروح قايم من النوم واكل على طول بقى الغدوة التمام وبعديها يا انت عندك حموضة؟ لا دي الراحة النفسية بتاعت الشهر. يعني انت ساعة العصر بتتغدى من ساعة اداء المغرب بتعمل ايه؟ بتفرج على بكار بقى واقعد بقى يا انت عندك حموضة والله؟ لا والله الشهر ده بيبقى راحة نفسية كده وألم في الكتف من هنا. لا اكشف قبل العيد بقى اكشف بقى ان شاء الله اعمل كده ربنا يسترها علينا ربنا يكرمك يا رب يا رب. لا رمضان كريم ان شاء الله وحاجة سعيدة بإذن الله وفرحة كبيرة. أيام تدوم وعود عليكم الأيام بخير يا رب ان شاء الله يا معلم عمارة. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا معلم عمارة ويدوم عليك الأيام بخير يا رب. انت زعلان مني في حاجة؟ ربنا ما يجيب زعل يا معلم. كل سنة وانت طيب يا معلم ورور. كل سنة وانت طيب يا معلم عمارة. انت زعلان مني في حاجة؟ يا عم ما الدنيا زي الفل اهي في ايه؟ لا انتوا زعلانين مني والله. لا يا عم هتقع مننا ولا معلش زعلانين والله. ركز معانا هنا. طب مش بتدفعوا ايجار الشهر ليه ما دام مش زعلانين؟ اهو ده اللي يزعل يا معلم. اهو تيجوا عند الفلوس وزعل بقى وكلام فاضي. لا امسك امسك يا معلم اهو ايجار الشهر اهو هديك عليه كمان حتة ليا. لا خليها ليك انا مش عايز ليا حاجة. ايجار الشهر يا معلم وروي. ماشي يا معلم اصبر علينا بس. ها اه جاي حام انت وفاير وبتاع واحنا لسه في اول الشهر. في ايه يا انت هتكبر ياض عليا ولا ايه؟ السمك مهما كبر الحوت هيفضل حوت. جريه يا معلم عماره الخيار مهما طول القطة هتفضل اطول. سلام. اه اه البطيخ مع الجبنه في رمضان بيبقى حلو قوي. بتقولوا اي حاجه؟ لا انتوا زعلانين مني يا عم والله ما زعلانين يا لا في زعل والله ما في زعل. طيب انا بقى عايز اعزمكم على الفرح بتاعي ان شاء الله في العيد الصغير. ايه ده الله اكبر يا معلم وانا كمان فرحي في العيد الصغير. ايه ده وانا كمان فرحي في العيد الصغير. والعيد ده 3 ايام انت اول يوم وانا تاني يوم وانت تالت يوم عشان نفرح كلنا. ايوه يا معلم بقول لك ايه انا واخد احلى بنت فيك يا حاره الدقائق. دي نفس الحارة اللي انا واخد منها وانا واخد من حارة الدقائقين برضه. برضه عشان بنحب بعضينا فتلاقي القلوب عند بعضها. ايوه طبعا بس بقول لك ايه انا واخد بيت من من عمارة المواردي. دي نفس العمارة برضه. يا جدعان احنا بنحلم حلم واحد ولا ايه؟ استنى وانا برضه من عمارة المواردي. انت كمان استنى يا معلم كده انت خطيبتك اسمها ايه؟ زهرة. ايه ده صدى صوت ده ولا ايه يا معلم؟ في ايه اسمها ايه؟ زهرة. زهرة. ايه يا معلم في ايه؟ خطيبتك اسمها زهرة؟ زهرة. وانا برضو زهرة. ده زهرة زرقة عليكم ان شاء الله. وانت كمان زهرة؟ خطيبت اسمها زهرة. لا انتوا زعلانين مني يا عم والله ما زعلانين زعلانين على نفسنا. ما زعلانين. اما ليه عايزين تاخدوا خطيبتي ليه؟ اوعى تكون زهرة بنت ام زهرة اللي ساكنة في التالت. ده هي ديت. ده امها واخدة مني جاموستين على حس الجواز. امها واكلة الكوتشي بتاعها على حس الجوازة دي. اه ومش بتدفع الايجار والبت بنتها ماشية مع مصطفى فندي. ومصطفى فندي ده عامل لي فيها بقى مأجباني وحليوة وهو جابه مخروم لمؤاخذة يعني انت اخويا ها ويمشي بقى كده ولا حلت ولا مليت. طب وبعدين يا رجال احنا لازم نجيب الواد شفتوره البلطجي يضربه ويعلمه القدم. ماشي نتعاهد على الكلام دوت. نتعاهد يا معلم. بوم بوم باور رينجر. اوكرا يا اوكرا رمضان بكره اوكرا يا فاطر رمضان يا خاسر دينك كلبة نفس وده هتقطع مصرينك. على فكرة أنا مش فاطر. لا فاطر يا فاطر. وربنا أنا ما فاطر. طب طلع لسانك كده. أهو. أهو لسانك أحمر. لسانك أحمر ليه؟ كنت بتسحر جيلي. يا سلام يا أخويا. أه أنت اللي فاطر على فكرة. أنا مش فاطر إحنا بالليل. طيب يبقى فاطر. بس يا لاب يلا يا عم يلا نلعب والنبي أخويا. يلا نلعب بالفوانيس. يلا. هنحطها كده. ماشي. إيه ده؟ إيه؟ الفانوس بتاعك معفن. مش هلعب معاك. يا عم انت في ايه؟ بص الفانوس بتاعي اللي انا جايبه. ما انت سارقه. بس يا اسكت يا عم فانوس واقف فراغ. عم فانوس ايه ما انت سارق الفانوس؟ مش هلعب معاك بالفانوس المعفن ده. اروح العب مع سوسو ولا سوسو. ماشي اخوك يا معفن ماشي. عم فانوس. ايوه حبيبي. والنبي عم فانوس ما تديني فانوس.
طب انت معاك فلوس؟ لا امشي غور ياه. طب بالزق ليه طيب؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟ حبيبي مال بتاعت ليه؟ انا عايز فانوس يا عم، عايز فانوس جديد. بص الفانوس يا حبيبي. انت عايز فانوس ليه يا حبيبي؟ انت كبير يا ابني، هتلعب بالفانوس ليه يا عم؟ هلعب اقول حلو يا حق كده يا عم. حلو يا حلو، انت شحط يا ابني. حلو يا حلو. ايه لا يا حبيبي ما تلعبش بفوانيس. لا انا عايز العب بفوانيس يا عم. ماشي. إيه باباك فين يا حبيبي؟ جيب لك فانوس. بابا الله يرحمه مات وسافر السعوديه. يعني بعد ما مات سافر السعوديه؟ اه. طب ماما فين يا حبيبي تجيب لك فانوس؟ ماما الله يرحمها بابا طلقها امبارح. انت متلخبط في عيلتك يا ابني، انت مش عارف ايه اللي حصل لهم. طب وانت بتشتغل ولا صايع ولا ايه؟ انا بشتغل مع عمو المسحراتي، مات السنه اللي فاتت الله يرحمه. عمو المسحرات اللي كان معدي من شويه؟ اهو مات السنه اللي فاتت؟ مات. يا عيني، ده انت عبيط يالا. ايوه انت عبيط. اه عبيط. وفرحان؟ اه عادي. تعال يا حبيبي، عايز فانوس؟ عايز فانوس والنبي. حاضر حاضر، تعال يلا. تعال ما تخافش. ازيك يا عم فانوس؟ ازيك يا مصطفى فند؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا مصطفى فند، الله يخليك. والله كنا عايزين نعرف بس الفانوس ده بكام لو سمحت. الفانوس ده ب 50 قرش بس. 50 قرش؟ انا صراحه معيش غير 50 قرش. طيب الفانوس الثاني ده بكام والله؟ ده ب 20 قرش. لا انا عايز ابو 50. هات ابو 20 ده وادوله. لا عايز ابو 50، ماليش ده. ده انت رخم يالا رخم. خلاص هات. بص ابو 20 قول عليه ب 50. ها يعني اضحك عليه خمه يعني يا مصطفى فندي؟ عيب، احنا في رمضان. ده انت رخم انت كمان يعني. خد يا حبيبي ابو 20 ده هو ب 50. لا ماليش دعوه ابو 50. يلا يلا ولا يلا يا رخم. ايوه هات ابو 50. يلا يا رخم. ماشي رخم بس عايز ابو 50. ماشي يلا. نعمل خير ونرميه في البحر. طيب هات يا سيدي. اتفضل اتفضل يا سيدي. الفانوس اهو يا سيدي، اهم حاجه يا حبيبي ما تعيطش. ماشي خد بقى انت الفانوس المعفن ده. انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. بص الفانوس جديد ده معفن، انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. انا اللي اشيل المعفن يعني؟ انت شيل بقى المعفن. انت قليل الادب ليه كده يا عم؟ انا مش قليل الادب، انت اللي عمال تتدخل في حياتي. وابوك مات وامك ماتت وعقدتني في العيشه واللي عايشينها واقتحمت حياتي. اقتحمت حياتك؟ ايوه. في طفل يقول على فكره انت كبير وعامل طفل يالا. ما انا مش حالي دانك ليه؟ اعلقها بكره. ماشي 10 ايام. ها بص هات الفانوس يعني. انا غلطان اللي جبته. حرامي يا ابو الياس يا شويش، حرامي عايز يسرق الفانوس. ولا حرامي ايه يلا. حرامي هتسرق الفانوس مني يا حرامي يا حرام. يا نهار ابيض فعلا، ليه يمشي ورا العيال؟ يا روما روما. بقول لك يا عم فانوس تاخد الفانوس. الله 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 الله. في ايه؟ مصطفى فندي. اهلا وسهلا، ازيك يا عم شغل؟ ازيك يا مصطفى فندي، انا بس كنت عايز منك ال 150 قرش اللي عليه. ال 150 قرش، معلش يعني يا عم شغل، يعني انا اصلي كان اخر نص جنيه دفعتها عملت بيها خير، فان شاء الله اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد له فلوسه. انا هصبر عليك عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه بس، انما طلاق ثلاثة ما هتدوق طول الشهر حته لحمه، قضيها شوربه خضار بقى. ماشي. والله ولا حتى هيلاقي شوربه الخضار يا معلم. يا مصطفى فندي مبلط في الخط قوي ليه كده؟ معلش انت ليك فلوس عندي برضو ولا ايه؟ ليا فلوس عندك يا مصطفى فندي، امال ايه هتبلع عليك يعني؟ انت ليك كام؟ انا ليا عندك 35 قرش. 35 قرش، حلو، لو اديتني 2 كيلو بطاطس
وكيلو كوسة وكيلو ونص بصل وكيلو طماطم وخيار، يعملوا لهم كام دول؟ يعملوا لهم حسبة 15 قرش. 15 قرش، وليك كام عندي؟ 35 قرش. يبقوا كام على بعضيهم؟ نص جنيه. لو أنا اديتك جنيه يبقى أنت هترد لي كام؟ نص جنيه. هات النص جنيه. خد يا مصطفى فندي. اتفضل. ثانية واحدة. معلش احنا في زنقة يعني لازم برضو يعني. أنا عارف والله يا مصطفى فندي. معلش بس ابقى اصبر عليا والنبي يا مصطفى فندي. انا اصبر عليك عشان الشهر الكريم ده بس. او النبي احنا في زنقه. ها ايوه ماشي. أيوة. والنبي بنشيل بعض يعني. الحمد لله الحمد لله. الف شكر. الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا الحمد لله. الواحد عشان عمل خير الفلوس رجعت له من النصب. الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. منورين يا فندية. سي مصطفى فندي. اهلا اهلا. ازيك يا زهر؟ عامل ايه يا مصطفى فندي؟ الحمد لله يا زهر. كل سنه وانت طيب يا مصطفى فندي. وانت طيبه يا زهر. هنروح فين بعد كده يا زهر؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. خدي الفانوس ده. كل سنه وانت طيبه. بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. لا خليه لك يا مصطفى فندي. هو انت كل حاجه هتديها لي؟ خدت بالك انت يا ياض؟ وانت كل حاجة هتديها لي يا مصطفى فندي؟ يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. هروح فين يا بنت؟ مش حارمني من حاجة يا حبيب. مش ترجلي يا مصطفى فندي. يا بنت اكتر من كده كرشك يخبط فيا. يلا يا عم وكله مقضيها في البلاط. اهل الحتة دول سوقيين جدا. بقول لك ايه؟ هو انت مش هتيجي تطلب ايدي من والدي بقى؟ ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي هاجي لابوكي اطلب ايدك منه على طول. سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندي. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. حلمتك يا زهر. يا عم بلا بتاع بقى كله عايش على البلاط. ده ايه شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ بس ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ما حدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل. ايه ايه هما زعلانين مني في حاجة؟ يا حاجة هم يا اخي. يا عم ربنا ما يجيب زعل. انت برضه حد ينام مع البهايم؟ اما لا انام فين؟ نام في بيتكم. بيتنا كله بهايم برضه يا معلم. ده حاجة هم. انا زوقت كرهت نفسي يا مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عماره. يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعه بندور عليك يعني وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط وبقالك 9 شهور مكسورين يعني نعمل ايه يعني نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم الكلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجه. عنايه ليك. عاوز ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انا شهر الشهر اللي هو ده عد ده وشهر واحد والدكتور هو بقى هنعمل ايه؟ ما نقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انتوا ليك كام شهر يعني؟ انا ليا 9 اشهر مكسورين. 9 اشهر ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه؟ ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه؟ ايه ايه يعني ان شاء الله. اصبر علي اصبر علي بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل واللي امه فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس. هتلم ايه؟ العفش. العفش؟ العفش بتوعك اللي هو العفش. ايوه. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه طب ما تكتب الترجمه على رجلك تحت يعني. ماشي. وهنحطهم في النص نقد ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقد؟ اه نص نقد. نص نقد. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس يعني؟ اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهره زهره احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس. احنا لازم نبقى في مظهر قوه. هو يصبر عليا غصب عنه لغايه بعد كده اشوف شقه اخد الشقه وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجه.
هي فوتوانه يعني؟ اه فوتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي السر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصصلي. شفتوره باصصلك وده باصصلك وده، هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ اه مفيش غيري. لا خليه يصبر بس يجيب شفتوره، هيعمل لي ايه شفتوره يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. يا شفتوره اصبر بقى يا شفتوره يعني يا شفتوره. شفتوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. ايه ده هو راح فين يا شفتوره؟ خش يا شفتوره. بإذن الله أجيب لك الجنيه الدهب إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى أنت بقى فلقتني. تعالى بقى أنت فلقتني في الجيزة وربنا أنا أوريك. الجرعة حلوة. الجرعة حلوة مفيش كلام هيمة مفيش كلام. إيه يا عم؟ أنتوا مش عاملين أي اعتبار خالص إن أنتوا خمتوني في الماتش؟ ها؟ أنت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم. احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان؟ ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ اه والله يا ركوبان انت يا ركوبان. انت اسمك ايه؟ اسمي عنبة. عنبة؟ امال لو بطيخة كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبة ازاي؟ طب بس ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقة اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ يلا يا مزيد سال الحق يا وزير الكهرباء الحق. حاضر تعالي تعالي. خليكي ماسكة الخشب. تعالي بقى يا جماعة يا جماعة نقولوها بسرعة المستشفى الخاص بتاعتي. يلا بسرعة يا ايه ده؟ وزير الصحة عنده مستشفى خاص بتاعته؟ ده أكيد متكلفة فلوس كتيرة قوي. يا لهوي الحقونا يا ناس، المستشفى الخاص بتاعت وزير الصحة انفجرت. هو ده هو ده. يا وزراء يا وزراء. سيادة المقدم عبده. أيوة. غميله عينيه بسرعة. لا أنا ماليش ده، وأنا ده يبص لي أنا عبده العبيط يا بيه. ده يبص لي إيه ده؟ وكمان بتعرف تعمل عبيط؟ يا عم يلا يا ديني يا دكتور هات المجلبية. خد وكمان بتعرف تسحف. إذنك. معلش يا باشا بعد إذنك ثانية واحدة. أيوة. عشان آسف بس. المهرج الهندي وصل. فين؟ على الباب بره. مين؟ المهرج الهندي. جاي من الهند؟ اه. ده يا راجل. أول موسى. ده اللي هياكل النهارده؟ اه المهرج الهندي. فين هو؟ واقف بره. طب ما تخليه يجي. في الهند هو. المهرج؟ المهرج على الباب. الهندي؟ الباب في الهند. خليه يجي. خليه يجي بسرعة. خليه يجي بسرعة. بس هو جاي ليه؟ جاي على الهند. جاي في ال في جاي عندنا في المطعم؟ المفروض يجي. المفروض يقعد في المطعم. صح. أمال هو جاي ليه؟ عشان الهند جاي. جاي يشرف علينا؟ جاي يشرف. لا انا ما حدش يجي يشرف علي، انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو. ماشي. مش ماشي. لا غلط، قول لي لازم يجي. اقول لازم يجي؟ ماشي. المهرج لازم يجي دلوقتي. خليه يجي دلوقتي حالا. ايوه ماشي. حاضر. جاي منين؟ جاي من الهند. خليه يجي. ماشي ثانيه واحده. المهرج الهندي شامبورا يتفضل. خليل علي دا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلامه واضح. عليكم السلام. ساري جاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني ورقاتا ناتا. الله الله سمعين الكلام. راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني، وهيلاقي دواء بالهارسيا فين غير عندنا. أهلا وسهلا. تشرفات تشرفات تشرفات. فين حبيباتا؟
وي حبيباتها في جمارة دي. حبيبته كانت معاه، الراجل بيقول حبيبته كانت معاه. فين حبيبته؟ حبيبته فين؟ حبيبته موجودة بره على الباب. فين؟ في الباب بره. حبيبة مين؟ حبيبة الهند. المهرجة؟ اه. حبيبة الهند؟ اه. موجودة بره على الباب. دي ايه، جوز هند؟ اه. مرات هند؟ مرات الحباب. ناديلها بسرعة. دخل الباب؟ لا. أمال دخل مين؟ دخل مراته ولا مرات حبيبته؟ حبيبته؟ ماشي، ثانية واحدة، ثانية واحدة. حبيبات المهرجة هشهقوا، يا تفضل. يا استغفر الله العظيم، مش كده حبيباتها. اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم، اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم، اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم. يا حبيبي حبيباتها، حبيباتها وكرمليايا، اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم، اينا هاجيني هم. الاكل يتاكل هم والواجب يتحيف السم. انت شريرة، انت شريرة، هاي كرم وسكش هنجي باجيش انا عادي. كمل الفيلم للاخر ولا ايه؟ مستر عساف، الناس هيجوا يشرفوا علينا في الاكل. ايوه ان شاء الله. اه هم جم. حضرتك بقى اتاكد من المطعم وكله تمام. اتاكد. حاضر. الترابيزات نظيفه، الكراسي سليمه. ها ايوه، ثانيه واحده ماشي اشوف. اتفضل. انا داخل اوضه العمليات مش عايز حد. اتفضل. وصل وصل، احنا الفرح، اصحي يا مجره، كوكبنا كوكبنا كوكبنا، كوكب الفاصوليا الخضراء، احنا اللي اشترينا المشترى، واحنا اللي جوزنا كوكب وسمعني سلام، اصحي يا منطقه وولع الندى، احنا نبطشيه بس صنايعيه، احنا نبطشيه بس صنايعيه. ازيك يا معلم؟ تمام. بقول لك يا بت، ايه؟ انا عايز عينك ما تنزلش من عليا، ازازتي لخلص الاقي التانية بتنزل على طول. يا جدع انت بت مين؟ ده واد. بت يا جدع، واد اسمه مفك من المشترى. واد بت يا جدع واد. بت بت بقى، قلت لكم بت في ايه؟ الله مجانين على الطلاق. واد طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها؟ يدفع كام؟ ادفع اللي انت عايزه يا معلم. ماشي فرجني بس. بيت واد. بيت واد. هتشوف. مساء الخير. بتاكل الروج مش حطاه بس. عليا الطلاق واد، وتاكدت دلوقتي. ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ مالكوا؟ في ايه؟ اقعد ساكت. تعالى يا بت. في ايه يا اسطى؟ تعالى. ايه يا اسطى مالك؟ يلا يا بت. في ايه؟ في ايه يا اسطى مالك؟ في ايه كده غلط؟ انت قرعه ولا ايه؟ ورينا دماغك. على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني. طب يلا بقى يا بت. يلا ايه؟ خلصي. عيب يا اسطى. هديكي 50 جنيه. 50 ايه يا اسطى؟ هديكي 100 جنيه. غلط يا اسطى. في ايه يا بت؟ ده تفسر النسوان ما تسويش شتا تعريفه. في ايه يا اسطى مالك؟ انت عبيط ولا ايه مالك؟ خلصي يا بت. خلصي خلصي. طلعت الأنثى اللي جوايا. ليه كده يا اسطى؟ اعمل ايه في امي يا اسطى؟ يا الله.
الله يا الله يا اسطى، رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام، مفيش كلام يا هيما، مفيش كلام. يلا نهرب يا اسطى، يلا يا اسطى. عملنا طف حاجة، مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج؟ مين؟ تلاقيها وزيرة البيئة. انتي احترم نفسك، ده انا واقفة جنبك حتى. انا بيئة بس نظيفة قوي، ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون تلاتة. بدل السيفون تلاتة ليه؟ نافورة. وإيه الحق يا ولية؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم. ربنا العالم. ثانية واحدة يا جماعة، معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا. يا جماعة، أهم حاجة النظافة، ها؟ تغسلوا إيديكم قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم. ما نقطعها أحسن يابا. إيه دي؟ نقطع لك إيدينا أحسن يابا. ما تنهدش معايا عبده تعبان. مش قادر ليه بيقول لك 5 مرات الصبح و10 مرات دي تبوش. معلش يا عبدو معلش. طب ايوه يا اخوانا، عيب عيب ايه اللي نظافه ونغسل ايدينا؟ عدة احنا وزراء. ايوه. قال لي ايه السيفون دي؟ أوه. انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه الثانيه يبقى سيفون. وزيرة البيئة هي اللي ما شدتش السيفون. احترم نفسك، انا مش عايز ارد عليك. مش احترم نفسي، اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الزلط. ايه ده ماله ده؟ ما تعرفنيش انا بعمل ايه. ما يصحش كده، ما يصحش كده. معالي الوزير، رئيس الوزراء داخل يا معالي الوزير. بجد يا حضرة البكباشي، يعني انت مش عامل لي مفاجأة؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم ثلاثة أكبر عيب اللي بيحصل ده. لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب، وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس. عبدو إيه ده يا حبيبي؟ عبدو إيه يا عبدو؟ أنت ليه معادك هنا؟ ما أنا بمدلكوا على بتمد عليا. أنت عايز ترفدني يا عبدو؟ عشان نخلص يا ابن رئيس الوزراء جاي. اتفضل امشي يا عبدو. بنفسه بنفسه يا عبدو امشي. خش يابا والنبي جنبك يابا. يلا 4 ورا يا اسطى، اطلع أنت يلا خلاص. اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. صباح النور عالبا النور، يسعد صباحك هنا وسرور لما يزقزق العصفور. سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي 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 سوي. فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري، ما عندك غير جناحين شمري غير. انت يا زف. استنى يابا. بولا 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 بولا. انت يا نيلة. في ايه يا هم؟ بولا بولا. عبدو. حصل ايه؟ يا عبدو. جرى ايه؟ يا عبدو. حصل ايه؟ يا عبدو. جرى ايه يا هم؟ خلاص يا عبدو اطلع برا واعمل لي قهوة. بقول لك ايه، ما بلاش القهوه. ليه؟ لحسن مدره للبول. والله اطلع بره يا عبدو واسمع الكلام بعد اذن حضرتك. طب ما تجيب بوسه مشبك. اطلع بره يا عبدو. اطلع ده انا بحبك والله يا عم والمصحف بحبك. طب اطلع. بقول لك ايه، ما تجيب الكلوكوز لفه يا عم. اطلع بره بره. خدت كل الادويه. انا جميعكم من وادي الزيت اهو عشان ما حدش يعرف يمسكني. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ تضرب بجد؟ والله ما قصدي. اضرب بالراحة. ايه يا عم؟ اي ايه يا معلم زرزور؟ يا معلم زرزور. ايه حد ليه شغل حاجة؟ ايه حد ليه شغل حاجة يابا؟ ده ضربنا في بيتنا يابا. تعال 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 تعال. ضربت يا معلم زرزور في دماغي. البسها بن البسها بن. تعال وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه. تشيلها ايه؟ مغربيه مغربيه. جدع هيما، انت واد قلبك ميت صحيح.
دخلت علينا دخلة إنك لميت وإنهم لميتون. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا. تعالى تعالى لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض، تاكله على طول ولا تغسله الأول؟ لا، أعمل بلح باللبن وأشربه يا جدع. طب مجانين يا جدعان انتوا ليه؟ أنا عايز حرية. عايز إيه؟ عايز حرية. ده في الجنة بقى إن شاء الله. يعني ايه في الجنة؟ لا ده انا ممكن اعورك. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. ايه يا عم بتبص على ايه؟ اللي غيران مننا يعمل زينا؟ اوعى يا عم. ايه قلع؟ ايه بقول لكم ايه يا جدعان، فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه، تعال ناخد المركوبة بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم، سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه، دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرعة حلوة، جرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. طب يلا بينا. يلا بص، بص شوف مين يا كوكب. بص شوف ايه. تعالى تعالى يا ابني. يا جماعه الحمد لله، الحمد لله يا رب. ساعة عمرك جه كله الحمد لله. ساعة عمري زي ما هو. كنت واخد ازازه الخليل. ايه يعني؟ الحمد لله. خد يا شاطر تعالى. نعم. عارف في بوكس بره؟ هتلاقي فيه اتنين مجرمين، هاتهم وتعال. حاضر. انت جاري ماري؟ دلوقتي احنا لقينا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوك، وهجيبهم لك تشوفهم عشان نتمم المحضر، اوكي؟ كل الكلام اللي انا قلته لك ده بالهندي. قشطة، فهمت؟ كله تمام. بس. فين الناس المجرمين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي انت هنا. انت مين طلعك من الفرن؟ هاي انت بتحاكي؟ مش حاطك جوه؟ حول الله. ايه اولك عشان ما تبرديش. لفي لفي هات. عايزين شاورما لحمه ولا فراخ؟ كنت اكل حلو. دي مرات المهرجة يا عم، مرات المهرجة. يا عم امشي بقى. معلش احنا ما تصدقش كل التقارير. لا ده تقرير سري جاي لي من شخص سري محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري انا. اتفضل يا سيادة المقدم. تمام يا فندم. معاكم المقدم عبدو ربيع، اسم حركي، الاسم الحقيقي المقدم عبدو ربيع. عبدو مقدم يا صلاة على النبي، ده انا كنت بعطف عليه. انت يا عبدو، وانا اللي كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشانك؟ ده انا كنت بشيل البرسيم من بوقي وادهولك. ياه، وانا اللي كنت فاكرك طلعت اتاريك. وانا اللي كنت بديك بنزين عشان تعمل بيه مولوتوف. وانا يا مدتك كل كوف. عبدو انا عايز البلاي ستيشن بتاعي. انا مش عايز اسمع نفس حد فيكم. اي حد فيكم اداني حاجه هرجعها له. احنا شغالين في المخابرات، لو هنسيح لبعض انا ماسك صور عليكم كلكم. لا 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 صور ايه؟ يلا يا استاذ اتفضل منك. ليه ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا استاذك. ايه رايك في الدور اللي انا كنت عامله بتاع عبده ده؟ ده هايل بقى. شفت محدش عرفني خالص، فظيع. شفتني وانا بقول خدت كل الادويه مفيش دواء. خلاص في ناس موجوده. خلاص خدت كل. خلاص بقول لك ايه، امثل في الضابط ولا خليه طبيعي؟ لا خليك طبيعي احسن.
انا عايز بقى الناس كلها تركز معايا في اللي هقوله ده. البلد دي فيها مشكله واحده، ايه هي؟ ان البلد دي محسوده. البلد دي ايه؟ محسوده. ساعه ما هاني رمزي قال في فيلم وعايز حق هو وعصام كاريكه وعبد الله مشرف انت هتقول كل المشاركين في العمل ما تغلط يا عبد. لما قال من هنا بحر احمر ومن هنا بحر ابيض وكده متلول وكده متلول والكل سربح المليون بالظبط كده، والناس عرفت قيمه البلد دي وحسدتها. ايوه ايه الحل بقى؟ مفيش غير حل واحد، احنا نشوف مين البلاد اللي بتحسدنا ونجيب واحد عينيه ما حصلتش نوجهه على البلد دي ينق عليهم يفشلوا هم نكسب احنا. بس يا عبد يا نكس. بس هنجيب الشخص ده منين؟ أنا البت بنت أختي عينيها حسودة ومقورة الله يحرقها. أنت عارف مرة بصيت لي قبل كده قلت لي إيه يا خالتي الجمال ده كله؟ من ساعتها أجي أبص لنفسي في المراية أشوف نفسي دب. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب وأنت إيه اللي مضايق؟ المفروض أشوف نفسي دبة. دبة؟ آه. أنا مش هرد عليكي مبدئيا أنا. أنا عندي دلوقتي أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدمتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي اكتر. اكتاي. افندم انا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب يا سلام، الشعب مش لاقي علاج، شعب وعايش في بطاله وفقر ومرض، شعب موجود ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حته. ازاي انت عندك الرمض في الجيزه، عندك السلام في المعادي، في كل حته في اما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام ازاي مستشفيات في كل حته، ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين قايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطوره عشان تبقى فاهمه. قايبك ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعه، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. انت عايزاها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعة اللي بتضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. انت عايزة ايه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما انت ملكة البلد أصلا، تشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزة ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضل. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل فيه نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها؟ انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق، انا في الكباري ما حصلتش. اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. أكيد الموضوع في
في حاجه غلط. لا ما فيش حاجه غلط والله العظيم، ان شاء الله البيت ده الامل الوحيد لينا، لازم نشوفه ونبيعه وناخد الفلوس. امل ايه ونيلي ايه؟ ما فيش اي امل، ده احنا بقى لنا ساعه ماشي، ده انا جالي تسلقات، ده احنا ما شفناش حتى عشه فراخ. هنلاقي هنلاقي والله ان شاء الله، هنلاقي ان شاء الله. فين طارق؟ طارق يا طارق يا طارق يا طارق. بس 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 يا ابني انت متخلف انت وهو. تعمل ايه؟ بوري ان انا بشوف نفسي. في ايه؟ في ايه؟ انتوا متخلفين ما تقولوش اسمي خالص. اوعى حد انت يا ابني ركز معايا انا اللي بتكلم. عايز ايه؟ ما تقولوش اسمي خالص، انا هربان من الحكومه وهربان من الدنيا كلها. ما تقولوش طارق، قولوا اي اسم تاني تمويه غير طارق. من دهلك نقول لك ايه يعني؟ قول يالا يا طارق. قول جزر. جزر دي قديمه يعني. يا ابني اسمع، قولوا اي حاجه ابوس ايديك، انا هربان من الحكومه كلها. انت بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ اهدوا، انتوا متاكدين ان البيت ده بتاعنا؟ ايوه. نعرف بقى، تعال بص عليه. ايه ده؟ ده في بيت اهو. ده هو البيت ده يا جماعه. هو ده. ياما ايه ده؟ تقريبا في حد بيدخن جوه. علينا السيري بي وفلقوا يا ولاد اللذين ده. عبكره عبكره ايه ده؟ قاعدين يخرجوا من الاوض زي الصراصير. لا 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 لا، ده كتير قوي، شحاتين كتير. نطردهم كلهم الشحاتين دي وناخد البيت. شفت اللي كلهم دول؟ دي اوضه واحده. يا لهوي، اوضه واحده في القصر ده. لا هنطردهم برضو ان شاء الله. هنطردهم. انا قابلني يا اخويا. يا جماعه انا خايف جدا، انا اصلا هربان من الحكومه فبشك في كل الناس. انا اسف جدا. يعني انتوا مين يا عم؟ احنا اخواتك يا عم. اذا انتوا اخواتي لا حول ولا قوه الا بالله. هربان بقى لي 20 سنه فما اعرفش حد، بس
العنطوس ده مين بس؟ انا اسف كده. العنطوس ده اخوه. اخويا؟ انا اسف اخ والله العظيم. معلش معلش ايه بس يا طارق؟ بس بقالي سنين انا اسف. والجامده دي مين؟ الجامده دي خطيبه العنطوس. معلش انا اسف تاني مره لان فعلا والله ما عرفت بنت مين. انا اخوك يا عم. لا حول ولا قوه الا بالله. الاسره اتفككت كلها يا جدعان. اتفككت انت ما عرفتش؟ ده انا امك ماتت. امي ماتت؟ ايوه. اماه يا يما شد الضفاير ضفريني لو عايشة يما بعد إذنك فطريني. بجملة الحزن بقى أبوك رخر مات. أبويا مات؟ اه. أبايا يابا أبايا يابا الأسرة راحت في داهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى واحد بتاع نسوان والتاني فجأة كحبر. يا ابني نسوان إيه؟ دي خطيبتي. ما أنا آسف جدا يا أخ والله أنا آسف. طب وانت ايه اللي خلاك تفتقر وعايز تبيع الزفت البيت ده؟ انا افتقرت. ده انا افتقرت فقر الكلاب. افتقرت فقر ما بعده فقر والله العظيم. ازاي يا انا كنت شغال مصمم ازياء قد الدنيا. ايوه. برنس عارف فستق هيفاء الاخير؟ إيه؟ انا اللي صممته. ايه ده بجد؟ اه والله بس ما كملتوش. هي خدته وهبت على الحفله. والله العظيم. لا قفلت ظهره ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا قفلت حاجه. بقى فستان من غير قماش وهبت. لا شفته بصراحه والله. ده انا قعدت اتفرج عليه طول الليل. شفته؟ هو بتاعك انت؟ لا مش بتاع انا، بتاع هيفاء. انا اللي عامله. انت اللي مصمم؟ انت فعلا. انت اللي مصممه يعني؟ اه انا اللي مصمم الفستان ده. وبعدين حصل لك ايه؟ اتشهرت بقى انا على النت وعلى الحاجات وقعدوا يقولوا الراجل ده مهزق والراجل ده حيوان والناس شتمتني شتيمه جارحه. طب وبعدين؟ لا حول. احنا لازم بقى نبيع الايه البيت ده دلوقتي حالا ونمشي العيال دي من هنا عشان اهرب لايطاليا. طبعا هتهرب لايطاليا. ده لازم نروح نهرب العيال دي. يلا العيال ولاد لازم. بقول لك بيعملوا هيستي بقى. زن ايه يا سامح؟ حرام عليك يا سامح. الناس بدات تلاحظني واصحابي بداوا ياخدوا بالهم مني. حرام عليك. وانا اعمل لك ايه؟ انا كنت ضربتك على ايدك يا سامح. انت اخدت مني اعز ما املك، ال 250 الف جنيه اللي حلتي اديهم لك على الجزمه القديمه. طبعا عايزاهم دلوقتي. هو دلوقتي مفيش غير الجزمه القديمه، لكن فلوس انا خلاص افتقرت وانت عارفه، وجايين هنا عشان ناخد فلوسنا. افتقرت ايه؟ ده شقه عمري. ده انا صوت ولا مالك الناس يا حبيبي. صوتي بقى عشان يعرفوا ان خطيبتي رقاصه. يلا صوتي. ومالها بقى الرقاصه؟ الرقاصه دي اللي انت عايش من قصد وسطها. انت بتعايرني؟ وشويه شويه كمان اقسم بالله مش بس هعرفه مني رقاصه، لا هصوت واعرفه منك كنت داير تطبلي في الموالد والكباري. وايه؟ كباريهات. كباريهات؟ ده انت بتشمي تحت الكباريهات. مش ينفع كده. افتكري ايام زمان. فاكره زمان؟ حبيبي تسموحة. بتحبيني قد ايه؟ بحبك قد الدنيا كلها، قد البحر والهواء والسماء والشجر. نتجوز؟ مش هينفع نتجوز. ليه؟ عشان مش معايا فلوس. اديك يا عم. مش قصدها حاجة يا عم. بس اعرف صفة ايه النهاردة انتي؟ في ايه مالك؟ اساعدك يا سامح. ايوه بس مش انا اللي واحده ست تساعدني. ليه بس يا سامح؟ ده انا وانت واحد يا حبيبي. مفيش واحد. مش انا اللي اخد فلوس من عرق الستات. انت زعلتي؟ اه. خلاص هاخدهم بس بشرط. ايه؟ تعتبريهم سلف. اوكي يا روحي. يا روحي. إيه؟ مش العربيه بتاعتي باظت؟ اجيب لك عربيه. مش انا اللي اخد فلوس من العربيه. مش انا اللي اخد عربيه من واحده ست. هو يوم ازرق. شنا تزعلتي؟ اه. خلاص هاخدها بس اعتبريهم سلف. هو ايه اللي العربيه؟ تمام تعتبريها سلف. يلا نرجع. اه افتكرت يعني انا لما خدت مني الفلوس. ايوه افتكرت وانا بلف. افتكرت. طب يلا الاثنين نخش نشوف اخواتك عملوا ايه في البيت الزفت ده. يلا اتفضلي قدامي. هتخش انت من هنا؟ تعالوا معايا. حاضر ماشي يلا. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ يعني ايه عايزين ياخدوا الشقه؟
ياخدوها مني ازاي؟ يعني ايه؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ انتوا بتضايقوني؟ انتوا معاهم ولا ايه؟ لا انا اللي سمعته ده مش حقيقة يا وداني اليمين. اللي سمعتيه ده حقيقة يا وداني اليمين. مالكيش دعوة انت يا وداني الشمال عشان انت شمال اصلا. يعني ايه ياخدوا مني البيت؟ انا شقيت وتعبت في البيت دوت. انا لما جيت كان جميل، كان بيبرق، نتنته خليته خرابه وعفنته. بعد كل ده ياخدوا مني البيت؟ ده على جثتي بيت يا كوارع، بيت يا كوارع. نعم يا معلم. اسمي كوارث مش كوارع. يا ناقصه كوارث يا بت، مش كفايه الكوارث اللي احنا فيها؟ خلاص يا معلم معلش، كل سنه وانت طيب، يا رب اجعلها سنه بدعك كريم وصدع اللئيم ومنيله بستين نيله على اللي ينكد على الحريم. روحي شاعره. الله يخليك شاعره يا بت. والله فكرتني بالقصيده بتاعت الراجل اللي بيقول وغطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وانا برضو مش خايف. انت بتقول لي انا كده معلم؟ ايه بقى كوارث؟ بتقول لي انا كده؟ يا بت بس يا بت يا معلم. يا بت بلاش الحركه دي يا بت، انا ما ناقصه. بقول لك ايه؟ ما هي باظت بسببك، فاضل واحده تطبق يا اما. ماليش فيه بقى. اتنيلي بقى على عينك. اسمع بقى، عايزه ايه؟ بلاوي الزفت ده بيشحف في المنطقه اللي انا بشحف فيها. تشحتي فين يا بت؟ في العتبه. وانا بت قلت لك تشحتي في العتبه؟ امال اشحت فين؟ قلت لك روحي اشحتي في باب الخل. رحت باب الخل. طب وعملت ايه؟ خبطت محدش فتح لي. خبطت على ايه؟ باب الخل. محدش فتح؟ اه. انت عشان غبيه. ليه؟ في ام جرس محطوط فوق. مش في ام جرس محطوط فوق في الباب؟ ايه معلم؟ دول خلق مش هيسمعوا التخبيط والكلام الفاضي ده. البنا اللي غبي بودي الناس اماكن غبيه برضه، هم مش فاهمين حاجه. طب يا معلم بس افهمني. ايه افهم ايه؟ انا نفسي يبقى لي كيان. طب ما انت كيان اهو يا بنت، عايزه ايه تاني؟ يا معلم كيان يعني بيت واسره وزوج وعيال. طب خلي بالك بقى عشان لو الهيليوم خلص هتلزقي في السقف. يا معلم يا بنت بس يا بنت يا معلم يا بنت بس بلاش الحركه دي. انا مالي مش انت اللي عماله تنفشي في نفسك؟ ما تقعديش تعملي كده، طيري فوق. طب بص اسالك سؤال. اسالي. من زمان نفسي اسالهولك. اسالي. انت ايدك اتقطعت ليه؟ ما بلاش بقى، دي قصه حزينه وانا ما بحبش افتكرها. معلش عشان خاطر. انا كنت نازل رايح لخطيبتي، فكنت رايح اركب ميكروباص بولاء، فبقول له بولاء يا اسطى خد ايدي ومشي. كان جاي بسرعه منه لله، شقطها ومشي. إيه لا و... اه والله لا، وايدي راحت لخطيبتي. كملت ايه؟ لا حول الله. وراحت خطبت خطيبتي، خطبت واتجوزت خطيبتي ايدي. واكلم ابوها اقول له يا راجل عيب، يا راجل عيب. يقول لي احنا كنا طالبين ايدك بس على معره كلها. معلش يا معلم. مش هسكت. معلش ان شاء الله مش هسكت. طب ورجلك دي اتعوجت ليه يا بت؟ دي انا كنت في حفله لمحمد منير. أوه. انا بحب محمد منير قوي، فخرجت من الحفله قلت اقلده عشان افرح صحابي، فبقول فيري وري، فرجلي علقت كده من ساعتها ما رجعتش تاني. انا مش عارف هو عايش ازاي. دي ده هم هم والله. معلش يا معلم معلش. شوف رغم اللي فيك ده كله وبسالك تاني، مش هتتجوزني؟ ايه مش هتتجوزني؟ لوحدي؟ بص يا معلم. ايه؟ انا المفروض اتجوز واحد، مع ان صحتي تجيب اكتر من كده. انت يا بنت صحتك تجيب اكتر من كده، انا صحتي ما تجيبنيش الفرح ده اصلا. والله ما اقدر اجي. يا معلم. سيبينا في اللي احنا فيه. ما تنرفزنيش. يا بنت بس يا بنت. يا معلم. يا ابني النيلة بقول لك الرجل باظت. كنت عايز ليه؟
ده في مصيبه يا بيت. ايه ده؟ في ناس جايين ياخدوا مننا البيت يا بيت. ده انا تعبت في البيت. يا لهوي. طب وبعدين؟ يا لهوي هنعمل ايه؟ انادي الباليه؟ ناديله يمكن يعرفهم ولا شافهم ولا اي زفت. يا باليه باليه انت فين يا معلم؟ يا معلم انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ يا معلم انت ايه يا عم؟ انت فين؟ انت هتشوفني يعني؟ انت فين؟ انت فين؟ واقف جنبك وخلاص يا عم. جمله بدخل بيها ما تقفش كده. مالك فيه يا عم؟ ما انت ما عارف تاخدنيش وشي كده بس. مالك يا معلم؟ ايه ده؟ المرتبه دي عايزه تتنجد يا معلم. ايه المرتبه؟ مين دي؟ انا ايه؟ انا كوارع. كوارع ايه يا عم؟ اسمي كوارث يا شيخ. التانية فيها دهنة بلانين. عامل ايه يا معلم؟ خير؟ انا والله حزين. ليه يا معلم؟ فين ياض راد النهاردة الاول يا فيه؟ صرفته كله يا معلم. صرفته في ايه يا؟ روح تلعب بلاي ستيشن على اللي يدفع وخسرت. لعبت بلاي ستيشن ازاي وانت ما بتشوفش؟ لا ما الدراع كان بطريق برايل يا معلم. ايه ده انت بتروح المحل ده؟ وبعدين يا عم انا بقولك خسرت وانا قلتلك كسبت عشان تقولي بتلعب ازاي. سيبني والنبي. قابلت ناس صعبت عليهم قالوا لي خد تعالى تعالى تصور معانا اعلان. أيوة. فرحت انا بقى قلت شافوا فيا موديل هيعملوا اعلان نظارات والجو ده. رحت لقيتهم جايبين اتنين هدوم مقطعه. واحد الحاج محمد والحاج ابراهيم. أيوة. قالوا الحاج محمد محوش فلوس ادينا له فلوس كتير. الحاج ابراهيم محوش فلوس جبنا له بقره عشر. ورجعنا بعد سنه لقينا الحاج محمد اللي اديناه فلوس كتير فلوسه كترت اكتر واكتر واشترى بقر كتير وبقى عنده مزرعه بقر. والحاج ابراهيم اللي جبنا له بقره عشر مش لاقي ياكل نفسه ولا ياكل البقره والبقره ماتت وحالته الليله بنيله. الراجل مش لاقي ياكل رايحين يجيبوا له بقره. لا وبيحملوه مسؤوليه عيالها بقره عشر كمان. راجل بلا استعباط يا راجل. يا راجل دي ناس بتعمل خير يا عم. عايزين يعملوا خير يجيبوا له بقره مخليه ياكلها. ترم عظمه اللي بقره عشر ولا يكح الراجل. لا حول الله ناس غريبة. الله إعلان كان صعب يا معلم. طب انت بقى قاعد بتحكي انت عملت ايه في الإعلان؟ ما انا البقرة العشر. ايه يا معلم مالك كده مش مركز معايا؟ لا مبروك والله. الله يبارك فيك. خير بقى؟ كنت عمال تنده وتزعق. عايز ايه؟ عايز مصيبة. عايز مصيبة؟ في مصيبة في خير. مصيبة. لا بص انا اعمى بس بسمع قول كلام يتعقل. بص يا بيليا. أيوة. في ناس جاي تاخد البيت ده. الناس دولت شكلهم فنديه كده. شكلهم فنديه يا بيليا. بس دولت ولاد عم اللي رموني زمان جايين دلوقتي ياخدوا البيت ده بعينهم. عارف. احنا نجيب الواد الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ الواد بلاوي. ايوه خليكي معايا نجيب بلاوي ده. تمام تمام. ونقف وشهم عشان وحدتنا في قوتنا. ايوه احنا وحدتنا في قوتنا. احنا وحدتنا في ان احنا مش رقم واحد. احنا وحدتنا في وحده كل واحد. انت بتعمل اعلان في دافون يا معلم؟ بقول لك نجيبه قول لي هيخلص انده ونخلص نرم الليله. طب اخلص يلا. لا بس لازم نقول للمعلم القرش الاول. ايوه صح هو بقى المعلم القرش بتاعك اللي قلقانه بيه ده. والله انت اصلا معلم كورك. يا ايه؟ انت معلم كورك يعني ما حصلتش ورك كمان كورك يعني حتى بتستخسره في الشتيمه. لا حول ولا قوه. والمعلم القرش برقبتك. بقول لك ايه؟ لا برقبتي بلا بتاع. على القرش بتاعك ده انا افرمه. قرش ايه يا بيت؟ هو كان جاي لنا قرش؟ ما كان جاي لنا سمك مكرونه قد كده احنا اللي نفخناه. انت بتقول جاي على المعلم القرش؟ ايوه المعلم القرش. ايوه يا بيت منور يا معلم قرش. ايه ده؟ اشتغلتك تاني؟ شغلتنا زعبولة والله. مين زعبولة ده؟ يا ابني انت شارب حاجه النهارده ولا ركز. انا بيليا. بيليا شغلتنا. بيليا خدامك. بيليا تعالى ننده زعبولة بقى. يا زعبولة يا بلاوي. يا بلاوي بلاوي. يا روما. يا روما. ايوه ادي توهو. انا
بس يا دي التواوة يا دي، أنا مش شحات زي زيكم، أنا نجم هنا وسطكم، أنا لسه جايب التصوير. يا دي راضي النهاردة، أنت تشتغلني يا تصوير إيه؟ بص يا دي، أنا سورة كلها على علب السجاير. إيه ده؟ ايه ده؟ هو انت ادي اللي على علب السجاير؟ ايوه انا حبيبي. انا عمر ما شفت وشك يا ما بطلعش بوشي، بطلع برجلي بس. ايه ده؟ هي الرجل الملوثه المتخرطه حتت دي المشوهه دي رجلك انت؟ ايوه رجلي حبيبي. ويا دي السجاير بتعمل كده في الرجل فعلا؟ يا ابني انت بتصدق؟ وانا لو بشرب سيجاره برجلي هيحصل فيها كده اصلا؟ دي دعايه يا ده، عشان انت تشرب سجاير عادي. يا نهار ابيض، صحيح انت لو بتشربها برجلي مش هيحصل لها فعلا كده، حاجة غريبة جدا. طب بقولك ايه يا ايه؟ طب والراجل ابو كمامة ده مين؟ ده خالي حسن. طب واللي نص وشه محروق ده مين؟ ده انت يا حبيبي، انت هتستقبل ما انت جيت معايا يوم التصوير. ايام ما كان نص وشي محروق، بس سافرت لندن وعملت عملية تجميل ورجعت زي الفل اهو، الحمد لله جان زي الاول. هو انت كده عملت العملية؟ ايوه. ونجحت؟ لا، هي هم قالوا لي ان هي فشلت، بس انا كنت صارف فقلت افرح وخلاص. بس انا مش هروح لندن وارجع حزين. يمكن يا دي يا بلاوي، يعني انت بتكسب من الشغلانه دي؟ طبعا يا حبيبي، انا ما بروحش اشحت، انا بقف كده جنب اي سوبر ماركت واستنى الزبون وهو داخل، اقول له يا باشا انا ما بشحتش، اشتري بس علبه السجاير اللي عليها رجلي واقسم انا والشركه في الاخر. يا ولا يا ولا، ذكاء. وجهه نظر تحترم. وجهه نظر ايه؟ يعني انت التناكه دي كلها اللي انت فيها عشان طالع برجلك على علب السجاير؟ امال انا اقول ايه؟ اللي جالي تصوير 5 حلقات في مسلسل. مسلسل ايه ده؟ مسلسل الجوع. اه والله كانوا عايزين انا والمعلم. لا انا مستحيل امثل في المسلسل ده. ليه؟ عشان انا راجل مؤمن والجوع كافر. دايما تفهمنا بايمانك والله يا معلم، وانا كمان مش همثل في المسلسل ده. يا عم بيقول لك المسلسل فيه مطاردات وانا راجل كفيف ومش فايق للحاجات دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا ابني ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل لك العمليه وتفتح وتمثل بجد والله. اه والله العظيم. خليني اشوف. طبعا. طب ما تعملها لي. اعمل ايه؟ خليه تشوف ايه؟ في ايه؟ انا عايزه كده مش شاف حاجه، احنا بنكسب من وراه ايش ده؟ يا عم انت بتصدق؟ انا اعمل له عمليه ونقفش الفلوس بس اللي هو مش شايفها ديت، ولا هننجح ولا اي حاجه. طيب يلا يلا. والنبي نفسي اشوفكوا، حاسس لما اشوفكوا هحبكم. طبعا هتحبنا، ده احنا احلى اتنين في مصر. انا والواد اللي قدامك ده اطول شاب في مصر بجد والله. شعر اخضر وعينيه زرقاء ووشه لبني هو عروسه لعبه. ايه اللي شعر اخضر؟ تقول ايه؟ والله مهلبيه واقفه قدامك. والله ما احلى من معلم. انا اه والله. انت عارف حسين فهمي؟ اه. ما يجيش في حلاوتي حاجه. والله شوقتني ليك يا معلم. ده انت بجد ده طويل قوي. يا ابعد زي ما تبعد لفوق. امال ليه صوته جاي لي من تحت؟ لانه بيكلمك من التواضع. ما بيكلمكش من عظمته، لو كلمك من العظمه هينفخك. طبعا خلي بالك الواد ده بيشم الهوا الاول. يا سلام. شم هو الهوا الاول، نروح هنا نشم هوا مشموم بقى احنا. ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ والله شارب. اعمل لي العمليه. اعمل لك بس 10 جنيه. ايه ده ب 10 جنيه بس؟ ثمن الشاش والله. بجد؟ لا خد 20 واعمل لي لوز بالمره. يلا ده الطب رخص قوي. اه ماشي. يا مسهل يا رب. يلا اصحى فتح عينك، اصحى دي العين عليك، غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف؟ ها مش سامع؟ مش سامع؟ ايه ده؟ سامع ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا حسين فهمي ومصطفى فهمي؟ يا رب ارجع اعمى تاني، يا رب ابواب السماء تكون مفتوحه. طلعت مفتوحه. ايه؟ انت عبيط يا انت، هتزوجنا ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت هتكمل مفتح؟ ايوه صح. شكلنا شاربين سوا كلنا. انا سخنت بس في اللعبه، انا اسف. لا ما انت ما تعرفناش. ماشي هكمل. ايه هكمل مفتح عم اشوف الخلق الحلوه دي. ايوه بس كمل. بقول لكم ايه؟ ان دلوقتي ولاد عمي جايين يقلبوا البيت. واحنا عايزين المعلم القرش هو اللي يقف قصاده. خلاص يبقى ندي المعلم القرش هو اللي يتصرف. ماشي يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. في ايد منك ليه ليها يا
يا عاد مين اللي عامل الدوشه دي؟ ياد منك ليه يا معلم دلوقتي؟ بس يا في مشكله بقولك. بس يا معلم في مشكله. بس يا انا ما دام ما جيت ما حدش يتكلم يا ما في مصيبه. بس يا انا مش قلت ايه؟ بس يا شحاته لمت ولا ايه؟ في الايراد الايراد بيخس ليه يا بيت؟ الايراد بيخس وانت بتتخانق يا بيت؟ في الايراد انت بتشحت ازاي ياد منك ليه؟ ليها انا ليا طريقه وليا اسلوب. ليك اسلوب؟ اه اسلوب اللي بتشحت بيه ده؟ انا ارخم على الزبون واخد منه اللي انا عايزه. اكل انا زبون ورينا ترخم عليها ازاي. والنبي يا عم هات جنيه يا عم، هات والنبي جنيه يا عم. الله هات ربنا يسهل. النبي هات جنيه يا عم والنبي يا عم. الله هات ربنا يسهل لك. النبي هات جنيه يا عم والنبي يا عم هات جنيه. يلا يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه يا عم والنبي. النبي يا عم هات جنيه والنبي. ايه الرخامة دي يا؟ النبي هات جنيه والنبي يا عم. يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه والنبي يا عم والنبي يا عم. يلا هات مفيش فلوس يا النبي والنبي يا عم. يلا اتك على الله. هات جنيه والنبي يا عم. نديك حاجة النبي يا عم. هات جنيه والنبي اتك على الله. اتك على الله يا هات جنيه والنبي يا عم. ده رخم قوي الواد ده. يلا اتك على الله. النبي هات جنيه يا عم. خد يا خد. هات جنيه يا عم والنبي يا عم. يلا هات جنيه تاني والنبي يا عم. ايه الواد الرخم؟ هات يا عم اديله يا عم التكريم قوي. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا بس. ربنا يخلي لك الست يا رب. نبي يا عم انا هلم بيك كتير. نبي الواد الغلبان ده والنبي. نبي يا سيدي وديتيها فين يا بيت؟ ليه فين؟ اهو يا سلام. ربنا عايز ايه تاني؟ عايز اصوروا معايا هما بياكلوني والنبي. يا بطل رخامة. هات جنيه يا عم تاني. استنى نشوف الراجل بيكح ده. فين يا عم؟ والله المنتج ما بيقبضناش. هات جنيه تاني والنبي يا عم. يا خلاص قول يا ياض ما انا لميت لك فلوس اهو. هات جنيه تاني يا عم والنبي يا عم. ده رخم قوي. خد ياض خد اللي في جيبي كله اهو. يلا هات الموبايل والنبي يا عم. يا تبطل رخامة اه. عايز الموبايل يا عم. خد ياد الموبايل. النبي يا عم هات الموبايل. يلا اتكل على الله. هات البلطة عشان البرد. حلوة الطريقة دي. حلوة يا معلم. تقعد تلم من الناس وترخم عليهم ما لازم يدوك. حلوة ايوة عشان هو كده. انت من تل... وايه ده حلو برضو المنظر. اه. وفين ايدك يا؟ ايه؟ حلو برضو ده. ايوه وعامل اعرق وبتاع. لا مش اعرق ولا حاجه بس كل ده لزوم الشغل يا معلم. جدع يا. ايوه جدع. الله ينور عليك. يلا اتكل على الله. ايش حتى انا عايز الايراد يزيد. اه ما هو هيزيد ان شاء الله. يلا يلا الله يحرق الايراد ويحرق. خد تعال هنا تعال. تعال بتبرطم بتقول ايه وانت خارج؟ انا ما برطمتش قلت حاجه. برطمت يا ابدا يا معلم. طب اتكل على الله. ما احنا كنا هنمشي. قلت تعال تعال. سمعتك المره دي. ما قلتش حاجه يا معلم. ده الواد ده. الواد ده؟ ايوه. طب وامشي اتكل على الله. ماشي. ايه ايه؟ حلو صاحبك اهو بيشحك. وانت بنت بتشحت ازاي بنت؟ ايوه معلم انا ما بروحش الزبون لوحده. لازم زبون وزبونه مع بعض يكونوا في العربيه. اه واشحب بقى منهم. الهي ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يكرمكم وتتجوزوا وتخلفوا عيال كتير. ايه مش هتتجوزها؟ الهي ربنا يكرمك وتطلع المقطم وتلاقيه فاضي يا رب. الهي يا رب تلاقوا مكان فاضي ورا مصنع الكراسي.
وبوليس الاداب يبعد عنكم يا رب، ما يكونش في سككم ده يلسع فيكم يا رب بحق جاه النبي. طب افرض البنت اللي معاه دي طلعت اخته. ربنا يخلي لك اختك يا رب، يا رب اختك ما تطلعش المقطم ولا تروح ورا مصنع الكراسي، ولو راحت بوليس الاداب يقابلها كده في وشها، ولا يتعمل فيها اللي انت بتعمله ببنات الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الهي دولع كشفت راسه واتجهت عليك. الله ينور عليك يا بنت، تقعدي تقولي تقولي لغايه ما يسقف. الله ينور جدع يا بنت، يلا اتكل على الله، خد الجلابيه وروحي اشحتي يلا. ماشي يا معلم. حلو يا بنت. وانت انا بقى طريقتي مختلفه على كل الناس دي. بتشحت ازاي يا؟ انا باخد معايا قرد يتنطط للناس، الم القرشين واروح. اخر مره واخد القرد الناس سقفت لي، انا لم الفلوس وهرب. لميت الفلوس وهربت صحيح يا اب؟ وربنا معنا. لا لا مش هو، كان قرد تاني يا معلم. حلوه الطريقه دي يا، وانت بتشحت ازاي؟ انا الوحيد يا معلم اللي بستخدم اسلوبك. انا احب تلامذتي يستخدموا اسلوبي. ازاي يا؟ انا بخش كده على الزبون وهو قاعد واقول والله العظيم انا مش شحات، انا محفظتي بس اتسرقت في الاتوبيس، اديني 10 جنيه عشان نرجع بلدنا بنها واخد ال 10 جنيه وافنى. حلوه الطريقه دي يا. حلوه ايه؟ انا قلت اطول المسافه يمكن اخد فلوس اكتر، دخلت على الزبون قلت له اقسم بالله العظيم انا مش شحات، والله العظيم محفظتي اتسرقت في الاتوبيس، هات 30 جنيه عشان ارجع بلدنا اسوان. قال لي اركب. اركب انا رايح اسوان. والله سابني هناك لوحدي. سابك في اسوان يا؟ والله راجع حبش. يا ساتر، بس الطريقه زباله اللي انا علمتها لك دي بلاش. امال اعمل ايه؟ انا هعلمكم طريقه جديده للشحاته زي اوروبا. ايه يا معلم؟ اوروبا الشحات بيقف بكرامته كده، ها، وتلاقيه ماسك اكورديون عمال بيعزف، واخد بالك؟ ماسك مثلا جيتار عمال بيضرب عليه كده يعني. وكده اكورديون؟ يعني كده جيتار يا عم فوق. يحط البورنيت على الارض، الناس تيجي تحط له الحسنه يتكل على الله. حلوه قوي الطريقه دي يا معلم، انا اروح اجربها. يلا يلا بينا، احلى طريقه دي. وانت كنت عايزني في ايه؟ سوي العيال التانيه. اسمعنا يا معلم بقى، دلوقتي قرايب الواد بيليا دول جم هنا وعايزين ياخدوا البيت بتاعنا. يعني ايه ياخدوا البيت بتاعنا؟ البيت ده انا شقيان وتعبان فيه طول عمري، يجوا ياخدوه؟ البيت ده بتاعي وعندي ما يثبت ان البيت ده بتاعي، وما تسالنيش ايه هو ما يثبت عشان ما عنديش ما يثبت. يا احنا بقى عندنا ما يثبت ان هو بتاعنا. ها عندنا ما يثبت. اهلا، احنا جايين ناخد البيت ده ونمشي على طول. تاخد البيت وتمشي؟ ده طلع عبيط يا بيت اللي تاخده وتمشي. قصدي يعني هنهد البيت عليه ونبني بيت جديد. ما ينفعش تهدوا البيت لو عايزين الحق بقى. انا قريت الورق بتاع سالم قريبكم ده، البيت جدكم هو اللي بنيه. لكن الارض ملك الحكومه، لو البيت اتهد الارض هتروح للحكومه، لان جدكو كان واخد الارض حق انتفاع. حق انتفاع ايه ده؟ احنا كده روحنا في داهيه. خلاص ولا يهمكم، اقعد منك ليه ليها، انا شغالكم معانا هنا. شغال ايه ان شاء الله هنا؟ ايه اللي شغالكم مع الرجاله تشتغلوا معاه؟ اشتغل انا ايه؟ انا يعني اشتغل ايه؟ اشتغل شحاتين. مش احسن ما تشحتوا؟ ايه يعني؟ انا بجيب لكم شغلانه محترمه. انت ايه؟ يلا علموهم الشحاتة والبت اللي لابسة امريكاني دي وقفوها في شارع الهرم. ها يلا. حاضر يا معلم ما تقلقش، خد ياض انت وهو. ياه احنا نعلمكم الشحاتة ماشي؟ اسكت. بص انا اسكت. تعالى هنا هنعلمكم الشحاتة، هنعلمكم الشحاتة باسلوبنا احنا، اسلوب جديد. هنعمل فيلم العفاريت بتاع استاذ عمرو دياب والاستاذة مديحة كامل، فاكرينه؟ ايوه عارفه، اللي كان فيه الكتعة والحاجات دي. أيوة. خلاص هتخش جوه التمثيل، اللي هيثبت نفسه كشحات هو اللي هيكمل معانا. خلاص يلا جهزوا. يلا حرام حرام يموت ضحكة بريئة تشتت الإنسانية. حرام. يعني ايه الكتعة تيجي قبل العين؟ ايه التهريج ده؟ يا عبقرين الزفت.
يا معلمة ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلمة يا كاتعة يا معلمة؟ اتأخرت ليه يا؟ وانا جاي محاضرة. ايه اللي اتأخرت ليه؟ انت بترد عليا؟ بس ايه ده انت وانا اسد هتقعدي تعملي كده؟ ولا ايه يا معلمة؟ فين ايراد البودرة يا؟ بودرة ايه ما انت خدتيها يا معلمة انت بتنسي؟ اه صح. طب بص خد كيس البودرة ده، عارف هتعمل بيه ايه؟ ايه كريمة لباني؟ ما انا مش عارف. افلاق حاضر. ما انا عارفه اروح اوزعه على الزباين عشان يشموا المدمنين بقى. تمام ماشي يا معلمه. فين بيليا ولوزه؟ بيليا ولوزه هنا يا معلمه. يا بيليا يا لوزه يا بيليا يا لوزه هم هم معلمه. بستكي 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 ناعم شوكولاته جيرسي واكله الجو. ايه فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. ايه ده انا نسيت البس الباروكه. ازيك يا معلمة؟ يعني ايه المشكلة في الباروكة وده ما فيهوش مشكلة؟ معلش هو الشكل مقرف اصلا. ايه ده ايه ده؟ فنكمل على اساس ان بنت. يلا يا لوزة يا لوزة ايه ظهر ده؟ خذ حط له البودرة دي في وشه. ايه ده؟ ممكن يبقى اي كلام. ازيك يا معلمة؟ بقول لك ايه يا بيليا؟ ايه؟ خدي كيس البودرة ده. لا انا حلوة طبيعي ما بحطش بودرة. ما تضايقونيش. يا معيمة كتعة يا معيمة كتعة انا عايزة كيس بودي عايزة كيس بودي عايزة كيس بودي. تعملي بيه ايه؟ عندي تسيخات والله مسيخة يا ولية. البنت دي تبقى معاكي وانت بتوزعي كيس البودرة ده. حاضر حاضر. عشان ما تضايقش. حاضر يا ابله كتعة. سلام يا كتعة. بس تعالي نشحت هنا عارفة ليه؟ ليه؟ عشان من هنا بتعدي ماما كريمة نفسي اسلم عليها. ايه ده ماما كريمة اللي بتطلع في التلفزيون؟ ايوه. ايه ده ماما كريمة جاية بالعيبية اهي. اهلا يا ماما كريمة عربية. ركزي عربية. ايه ده؟ دي راكبة عربية ولا نعامة دي؟ ماما كريمة ماما كريمة. ايه ده؟ انت يا متخلفة. هو اللي راكبة عربيات هوا تدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا بنت؟ شحاسبي يا بنت وانا ماشية يا بنت. وانت كده ماشية؟ ده ايه القرف ده؟ انا بحبك يا ماما كريمة. ايه ده؟ اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي لو ما اديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبع الكلبة. ايه ده يا بت انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بت مغنية. اه غنينا حتة كده. اغني لك حتة طرب. ايوه. ليل نهاري ايه رأيك؟ برافو يا بت. إيه انا هكتشفك بجد. انا هوديك لعمرو دياب يكتشفك يا بت. دي عبيطة اقتنعت بصوتي. عمرو دياب بيحب المواهب الجديدة. ماما كريمة انا موهبة شابة جديدة. شيخ راسي انت مالناش دعوة بيكي. مالكيش لازمة في الفيلم أصلا. انت جاية كده مع صاحبتك تيشا. ايه يا وليه في ايه؟ تيشا انت تيشا. انا البطلة. ده شكل بطلة ده الفيلم هيسقط من اوله. خلاص يا بنت ما تكلميش في الفيلم ما يخلص. ماشي خلاص خلاص. يلا يلا انت الحلوة الأمورة اللي جاية كده مع البطلة. ماشي يلا وديني وديني لعم عمرو. يلا نروح لعمرو يا بنت. يلا نروح لعمرو. يلا يا عم عامي يا عم عامي. خبطي خبطي على الباب. ماما كريمة وحشتيني يا سفلة. وحشتيني يا عم. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ مش بتسأل عليا ليه الجيم واخدك مننا ليه؟ معلش بس بعمل الفورمة وراجعلك. طب ايه يا عمري في ايه؟ ايه الاشكال اللي انت جايباها هنا الاستوديو دي؟ ما تركزش في الاشكال ركز معانا جايلك بنفسي. في ايه وليه مالك؟ ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ مش قدام الاطفال. انا متروشه ولابسه حلو وجايه. هو انت كده متروشه؟ ده انا ما رضيتش اعمل ميك اب عشان ما تتزولش فيا. اسكت. مين دول؟ ايه الاشكال دي؟ دي بيليا ودي اللي جايه كده معاها. مين بيليا دي مالها يعني؟ دي يا عمرو موهبه. بجد؟ سكرة موهبة والله العظيم صوتها ايه. تعالي يا بنت انت هنا تعالي. متأكدين ده عمرو دياب ولا علي الكسار ده؟ يعني هي دي مديحة كامل. ما هو ده سعيد الهوى قدامي. طب ايه ده بقى بدل ما اديك اتنين امبالي في الشكمان ورا طيارة. خلاص. ايه اهدي كده على نفسك. ايه دي انت بطلي سفاهة. ايه دي انت مالكيش دعوة اصلا المفروض ما تتكلميش خالص في الفيلم.
جايبينك عشان صاحبته بس يا ماما بس. ايه ده يا عم عمرو؟ ايه حرف العين ده؟ ابنك عبد الله؟ لا دي عين عضلات. وادي به بنجات. حضرتك متسارح حته تانية في جسمك. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا قلة الادب، انت لسه طفله صغيره. خلاص يا عم عمرو. ايه بتعرفي تتنقلي تغني؟ بيقولوا. طب سمعي لي حاجه. اسمعك حاجه قديم ولا جديد؟ اي حاجه بتحبيها. حاجه لحضرتك. ما تخلصي. انا طفله المفروض تعملي. طفله ايه؟ ردي على طول خلصي. يدق ايه الباب. حلو صوتك حلو. عم عمي موهبه شابه هي. هي والله العظيم ساعه الفوياء ما تلومش حد على اللي باع. بس بس ليها لازمه في الفيلم دي؟ دي كلبه ولا ليها لازمه في حياتها. بس خلاص خد من بودره. خد انت العود ده وروح العبه في الاستوديو اول ما اقعد مع ماما كريمه شويه. تعالي يا لوزه، تعالي ناخد العود ده ونطلع نلعب بيه بره. يلا 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 يلا. يلا. يا ماما كريمه مالك في ايه يا عمري؟ مالك انت اللي مالك يا عمري؟ ده ايه ده بقى ده؟ ايه يا عمرو؟ ده ايه ده؟ جيالك وفي ايه؟ غطي القرف ده! ده انا ما بعملش كده عشان حد والله يا عمرو. انت بس اللي بعمل معايا الحركات دي والله. انت بحبك يا عمرو مش حاسس بيا. بتحبيني ايه؟ انا عمرو دياب يا ماما. يا عمرو داير داير على البت الصغيرة. عجبك قوي الصغيرة. عجباني ايه يا هبلة؟ كبيرة حلوة. غطي القرف ده! جاري ورا الطفلة وسايب العنتيل. معرفش انا حبيبي ايه. انا حبيت الزلطة وحبيت الصخرة، نفسي احب الهضبة. احترمي نفسك يا سفلة، ما نشوف البنت الصغيرة. ايه ده؟ دي سرقت العود بتاعه وجري. البنت الصغيرة ايه؟ دي تلات حرامية. ما انا جايبها من اشارة. وانا جايبها منين؟ يعني ايه؟ يعني مش جايبها لك يعني من مدرسة، جايبها لك من اشارة. ماليش دعوة، انا عايز دلوقتي تيجي دلوقتي حالا بليا. عندي فكرة يا عمرو. ايه؟ بس انت بس خليك معايا انا كده. ايه خليك معايا انا. ابعدي. خليك معايا انا، هنفعك اكتر من البيت. عايزة ايه؟ انا احلى منها، ما تركزش معايا، دي سمرة شبه. احترمي نفسك، انا عايز البيت تيجي دلوقتي. بص يا عمرو، عندي فكرة جهنمية. ايه هي؟ انا بعمل برنامج اسمه ماما كريمة. بتعشقه البت الصغيره دي، بتعشقه موت. تمام. هجيبك في الفيلم تطلع تغني اغنيه تشرح فيها. تقول عودي يا بيليا. فاهم؟ تشرح فيها بحيث انها تفهم وترجع. تمام تمام. عارف الفيلم؟ عارف عارف الفيلم. اقعد اقعد اقعد. الله يخرب بيتك، اتفضلي ده البرنامج. انا بس عايزك تركز بقى. ترمي نفسك، احنا على الهوا. يلا قبل كاتعه تغلينا التلفزيون نتفرج على برنامج ماما كريم. ماشي. يلا 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 يلا. ودلوقتي معانا ومعاكم في برنامج ماما كريمة الموهبة الجديدة عمرو دياب. ايه؟ موهبة. ده عبيطة. موهبة جديدة ايه؟ امال انت ايه؟ الفنان العظيم عمرو دياب الجميل اللي النهاردة هيبدع معانا في الحلقة وهيغني لنا اغنية تعود يا بيليا عشان بيليا تفهم وترجع. شو ده هتكشف فينا؟ اسكتي خلاص. يلا يا عم. كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان كان يا مكان بنتي ما فيش كده اوحش منها بنتي ما فيش كده اوحش منها راحت عند امنا الغوله غصبنا عنها غصبنا عنها راحت بليا زي الهبله للجزار والام الغوله بتاكلها يا بيليا عودي يا سفلة يلا يا زفتة عودي يا جزمة يلا يا كلبة يا بنت خلاص فرح امك هو خلاص ما فهم مش فاهمة عم عمي عمال يقول يلا عودي يا بيليا يلا نروح يلا نروح له ازيك يا عم عم ساعة عمال اقول عودي يا بيليا عودي يا بيليا انا عايز العود بتاعي ايه ده ده طلع عارفني مصلحة ده طلع مش عايزني اقعد له عايز العود ايه ده مبروك على ادي يا عم عامر هو ده اللي انت عامل عليه قلق ايوه يلا كان يا مكان كان كان يا مكان كان يا مكان كان كان يا مكان وارجع تاني واقول لك
فعلا ليه؟ ايه هو ده؟ مش انت اللي عامله الفرح؟ ما انت اللي عامله الفرح، ما انت اللي عامله. ما انا عامله ايه؟ انا مش ماشيه معاك في ايه؟ يعملوا العامله ويجي يقولوا ما عملناهاش. مش انت اللي قايلها يا بت؟ انت هتضرب يلا غوري تنيلي. طب هلبس ده عشان الجو تلج بو. اهدي يا ماما كريمه. يلا ده وعيا كده. ايه ده؟ خد يا عم. ايه خلص اخلص. ايه اخلص انت يا ماما كريمه. لا لا. افتكر انت يا ماما كريمه، انت ايه بتزعقي فينا وانت الغلطانه؟ عايزين ايه؟ الكلام عندك انت، اقسم بالله. بلدنا اللي علقتني. أيوة مالته. أيوة خلاص خلاص يا عم بس افتكر. انا حاسه ان البنت دي بنتي بجد. يا رب ما ساعه بتفتكري. حاسه انها تطلع بنتي. يا رب ما طلعت بنتها دي، مشيها بطال دي. يا رب يا رب اطلع بنتها، انا بموت في السفاله. بس بس يا بنت التويه، انتوا متربين عند مين؟ عند الابله كتعه. من وانتوا صغيرين؟ اه احنا لسه صغيرين. اه صح. اه خلاص يبقى نروح لماما الكتعه وهي اللي هتقول لنا مين فيهم بنتك. يلا يا عم احترمي نفسك. يلا بينا. يلا 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 يا عم. يلا يلا يا ولدي. وارجع تاني واقول لك ايه. قول يا كتعه. شمندي. اه شمندك. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حاجه؟ فين الايراد بتاع النهارده؟ لا يا روحي مالكش عندي ايراد. ماليش عندك ايراد ازاي؟ زي السكر في الشاي يا قلبي، انت مجنون؟ يا بنت اللمضه اللي هبطت عليكي فجاه دي. اه مالكش عندي ايراد الا بحاجه واحده بس. ايه؟ تتجوزني. ايه القرف ده؟ طب كلمني فهمني. كلمني كلم كلم كلمني فهمني. فاهم فاهم فهمني. وحط امك بلاش الحاجات دي عشان بخاف. دور على ميتك تسخن. ميتي اللي تسخن؟ لا انت فاكراني كده عادي. لا انت اللي جبتي لنفسك يا كتعة. تمام ولا مش تمام؟ يبقى غير لها حجارة يا حبيبي. خدي بزلكي بيها اسنانك. كنت عامل حسابها يا كتعة. يا نهار اسود الكتعة اتقتلت. تعالى بسرعة. اتقتلت صح؟ اتقتلت باين. سمعت صوت ضرب النار؟ سمعت وسميت الريحة كمان. اتقتلت صح؟ اه مقتولة بقى. ايه ده لسه فيها الروح ايه؟ بقول لك انت فيك الروح لسه؟ يا ترد عليك. سيلي هنا. بص اعملي حاجه حلوه قبل ما تموتي. قوليلي الفستان ده لما جابولك البت مخطوفه كانت انهي كلبه فيهم لابساه؟ مش هتطلع بنتي دي ولا دي؟ تمام انطقي انطقي. انت هترجعي في وشي القرف ده. شاوري انا مش عايزك تتكلمي. طالما في حاجه في الحنجره مش مهم، شاوريلي بس قوليلي دي ولا دي. ايوه ها. ايه 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 ده؟ ايه ده؟ لا فوق مش عايزك تموت. هتقتليها. ما تموتيش دلوقتي. ما تموتيش. شاوري شاوري يا بنت. ها ايه نازله الجيزه ولا ايه؟ راح الجيزه اني واحده فيهم. عمرو دياب هو اللي بنتي؟ ممكن. ماما ماما. ايه ده؟ امال احنا اولاد مين في القصه دي؟ احنا شكلنا اولاد مدحت شلبي. وحشني يا عمرو يا بنتي. والله يا عمرو يا بنتي وانت كمان يا مامي. ربنا انا كنت اغلط معاك. الحمد لله ربنا سترها. غنينا حاجه حلوه بقى بمناسبه المناسبه دي. شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر اشتقنا هي تفكر بحر الشوق نحن عينيها. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ المعلم جايبين نسوان عندنا في الوكر ولا ايه؟ اوعى يا دمي اوعى اتفرجني.
السكان دي اتنين خلة. انت مين اولايا؟ انا ما بكشفش على رجالة. يعني ما بتكشفش من فوق وكشفة تحت. انت مين اولايا؟ رد عليا. انا مش انا. انت مين بدل ما اخشلك جوه الخيمة؟ هو ده اللي بتعلموهم الشحاتة؟ والله كنا بنعلمهم بس هم اللي فاشلين. انتوا بتعلموهم العبط يا. واضح ان انتوا مش نافعين معانا في الشحاتة. انا اقول لكم حاجة، البيت ده بما ان احنا مش عارفين نهده. ها؟ ايوة. تهمش مركز ولا مركز بالمصحف. البيت ده بما اننا مش عارفين نهده. ايوة. يبقى نحوله للوكاندا. لوكاندا ازاي؟ ايوة لوكاندا يا عم. معناش فلوس. اتصرفوا. طب ايه، نستلف من اي حد من اصحابنا؟ اوكي ماشي. لا تستلفوا ايه؟ هتستلفوا من اي حد هيجي يشارككوا ان هو في اللوكان ده؟ ما ينفعش. محكه جلدك الا محكه. ما حدش هيهرش لك يا انت، اهرش بنفسك لنفسك يا. عشان كده من نفسكم مع الرجاله بتوعنا نوضب البيت وننظفه ونظبطه. ها؟ ويبقى لو كان ده كسر الدنيا. موافقين؟ موافقين يا معلم. يلا بينا. يلا معلم. لبن وتمر هندي، ملح رطب ويوسف فندي، الكل بيهرفض كلام، والحل لو عاوزينه عندي. أيوة سمك لبن وتمر هندي، هوب هوب هوب، ملح رطب ويوسف فندي، يوسف فندي، الكل بيهرفض كلام. يتغيروا اللي عاوز يغير يغير بنفسه، ما يستناش حد تاني يساعد. انا بقول لكم فكر كبر، اضحك للدنيا وياك.
ينور رجاله، الله ينور، تسلم ايديكوا. ايوه هو كده الفل، الف الف شكر، كده بقت لوكاندا زي الفل. ايوه معايا. مش فاضل غير ان احنا نجيب شويه زباين. دولك تجيبهم ازاي؟ محدش يسمع عن لوكاندا دي. اطلع هذا محطه القطر زي الفيلم بتاع لوكاندا المندرع، لوكاندا المندرع، ها، وامسك جرس واقعد نادي وهالزباين. يعني اخطفهم من المحطه على هنا. اتصرف، ده انا عايز الفندق ده يشغي زباين. ماشي يا معلم، ثواني ويشغي. وانتوا كل واحد فيكم هيشتغل شغلانه عندنا اهو في اللوكاندا. تشتغل ايه؟ انا هقف على الريسبشن. انا تقف فين؟ على الريسبشن. على الريسبشن؟ ايوه. دي حاجه معروفه؟ اول فندق على طول. يعني انت عارف الريسبشن؟ الريسبشن ده عارفك؟ ايوه طبعا. خلاص روح اقف عنده. انا على الريسبشن. حلو، وانت هذا تشتغل ايه؟ انا هعمل كلاب الحراسه اللي في الفندق. كلاب الحراسة للطمع، ده ما كفاية كلب واحد. يا خلاص اعمل كلب الحراسة اللي في الفندق. شمشم اي حد داخل الفندق وعضه. حاضر يا معلم. وانت تعمل ايه؟ انا هربي الكلب ده. لا شغلانة سهلة، عندك شغلانة تانية بتفهم في ايه؟ انا بفهم في حسابات. حلو، يبقى انت هتمسك الحسابات بتاعت الفندق. يا ماشي يا معلم. يلا اتكلوا على كل واحد يروح مكانه. وانت تشتغل يا بات. انا هشتغل بتاع مشاز. بتاعت ايه؟ مشاز. مشاز ازاي يعني؟ اجيب الزبون قدامي وارميه كده وافضل اقرص وايه واقرص وايه. انت شغاله عند فطاطري كده يا بنت، الزبون اللي هتلفيه فوق. بفرد له جسم. لا انت لو هتفردي جسمه وتسيبي جسمه مفروك كده ومش بايدك كلها، بصبع واحد. ماشي يا معلم. عايزين نفطس الزباين. ماشي، انت تؤمر يا معلم. وانت هذا الشغل ايه؟ انا بقى ابقى مسؤول عن كل الاطفال اللي هتيجي الفندق. بردك اطفال؟ انت بتفهم في الشغل؟ بتفهم طبعا. اي زبون يجي معاه اطفال انت تقعد تلعب الاطفال على ما الزبون يقعد في الاوضه. اقعد العب مع العيال الصغيره. جدع يا. وانت؟ انا هقف بصفاره على البسين، اي عيل يفط غلطه افط اجيبه على طول. هتشتغل اسمها غطاس بسين اطفال. حاضر يا معلم. غطاس بسين اطفال، اي عيل صغير يغرق تقوم واخده من رجليه وخبطه على وشه. ها؟ بس ده مش وش. انت اكيد كنت عايل وضربت وفاه. يلا اتكل على الله. حاضر يا معلم. حلو كده، كل واحد عرف شغلته. انت تشتغل ايه؟ حسابات. حسابات. وانت تشتغل ايه؟ الريسبشن. وانت؟ اطفال. وانت؟ بسين. او حسابات. الريسبشن. اطفال. بسين. او ماشي خلاص. عارفين انا عايز عايز الفندق يشغل. ماشي يا معلم. يا جماعه يا جماعه، خطفت زبون من على المحطه. دخلوا دخلوا. يلا اتفضل يا معلم. السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ السلام عليكم. ايه ده، انت حاطط فيها منديل دي ولا ايه؟ فاضيه. ايه رايك في الفندق؟ هو ده هيلتون رمسيس. هو ده هيلتون وانا رمسيس. بس يا رب تلاقي اوضه فاضيه للدرجات دي. المكان ده مزدحم يعني؟ لا والله للدرجات انا كذاب. بس ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك. ريكس شمه يا ريكس. اثبت. ريحته وحشه قوي. ايه ده؟ ده قال لي ريحته وحشه. لا لا، قال ايه ده؟ كلب ما بيتكلمش. كلب ريحته وحشه قوي. والله قال ريحته وحشه قوي. ده صوت ضميرك انت، حاسس ريحتك معفنه. ضميرك بيقول لك استحمى بس. ايه يا استاذ اللي انت ما تجيش تقرفنا. خش بس على الريسبشن. خش يلا، وانا اروح اجيب زبون تاني. ماشي؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اسم حضرتك؟ معاك رامي ريسبشن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ انا كنت عايز. اتفضل اقعد، انا هفضل باصص لك كده ولا تفضل واقف لي؟ يا استاذ انا اتفضل يا فندم اقعد. ايه يعني احنا ما تتفضل تقعد ونتكلم. ايه ما توقفليش كده. ايه يا فندم؟ ما يساعدش ان انت تكلمني وانت واقف. خلاص ما انا قعدت اهو. اتفضل يا فندم. حضرتك انا كنت عايز اعمل تشيك ان. ايه؟ عايز اعمل تشيك ان. بانيه ولا كريسبي؟ بانيه ولا عايز اعمل تشيك ان. ايوه ما انا سمعتها. ايوه تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي؟ لا تشيك ان عادي. لا ايوه ايه اللي لا ايوه, أيوة بانيه يعني ولا كريسبي يعني؟ ما انا بسالك. وانا لا بانيه ولا كريسبي، عايز اعمل تشيك ان. ماشي ما انا عارف تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي؟ فراخ. مش عايز فراخ. فراخ ايه؟ انا عايز ايه؟ عايزه ماجتس. عايزه ماجتس يعني؟ ماجتس ايه انت نجيب بصمات مطحون ونقلب الفرخه فيه. قلب
يا جماعه انا عايز حد بيفهم. عايز حد بيفهم. حضرتك شكلك غريب بقى. انا عايز غريب. انت اللي مش عارف انجليش وانا اللي مش عارف اتكلم. انت مش عارف انجليش. انت مش عارف انت بتقول ايه. عايز اعمل تشيك. كنت ايه؟ كنت لغه تانية؟ كنت لغه تانية في الثانويه؟ انت الماني ولا فرنش؟ الماني ولا فرنش؟ امال ايه؟ مش عارف انجليش ليه يا حبيبي؟ انا بقول لحضرتك ليه يا حبيبي مش عارف انجليش؟ انا مش عارف انجليش. تشيكن مش عارف انجليش ليه؟ انا اللي مش عارف. زباين ايه اللي مش عارف انجليش دي؟ احنا يا فندق. انا عايز حد فندق انترناشونال. فندق انترناشونال. فندق يا حبيبي لازم تبقى جاي عارف انجليش كويس. انت يا عم انت بتقول ايه؟ راجل غريب جدا لا عارف انجليش ولا عارف هو بيقول ايه. ما يقولش ايه. انت ما بتفهمش في الريسبشن حاجه. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ انت بتفهم في الريسبشن؟ انا بفهم في الريسبشن. طب تعال انا امسك مكانك. طب انت بتفهم في الحسابات؟ طبعا. طب تعال اقعد. يلا يا ريكس. الراجل ده غريب جدا. مساء الخير. مساء النور. ممكن بطاقه حضرتك عشان نعمل تشيك ان؟ عادي يعني. ايوه عادي يا فندم. بطاقه. اتفضل. شكرا. ممكن حضرتك تسيب مبلغ في الحسابات وبعد كده نشوف هنعمل ايه. مفيش مشاكل ان شاء الله. مفيش مشاكل. طيب فين الحسابات؟ الحسابات أيوة. عند الكلب يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ معاك خالد حسابات. ازي حضرتك عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. تمام تمام الحمد تمام لله. تمام الحمد لله. حضرتك انا. طب اتفضل اقعد يا ابني. وانا ايه يا ابني؟ في ايه؟ عادي يا ابني. انا مش لسه معلمك الاصول هناك؟ انت منين يا ابني؟ من انهي منطقه؟ ما فيهاش اصول. انت انا مش لسه معلمك. اتفضل تقعد لما تتكلم مع بني ادمين. ادينا قعدنا. اتفضل اقعد. قعدت دلوقتي. قالوا لي اسيب فلوس في الحسابات. سيبها يا حبيبي. سيبها ما تقلقش. ما هو انا هسيبها كام بقى؟ سيبها. ايوه ما انا هسيبها كام؟ 2 مليون جنيه. نعم. ما انا والله سايب الكلب عليه يا جماعه. بيقول لي 2 مليون جنيه. ما انا قلت ايه حاجه غريبه؟ مش فلوس دي ولا انا قلت حاجه غريبه؟ 2 مليون جنيه في اوضه ليه؟ ليه؟ الله. بس ثانيه واحده انت عايز ايه؟ انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بقول له 2 مليون جنيه معترض. ليه 2 مليون جنيه ليه؟ عشان نفتح النهارده ونكسب ونقفل في نفس اليوم. هو يوم واحد الفندق ما يطولش. احنا فاتحين عربيه فول. يلا يا ابني يلا يلا. انت مش فاهم. يلا يا ريكس. خليك انت كده ولا انت فاهم حاجه. يمسك انت الاطفال مكاني وانا همسك الحسابات. ايه يا جماعه الراجل ده؟ ده راجل غريب قوي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. احنا اسفين والله. احنا اسفين. عايز اعمل دلوقتي. عايز ادفع فلوس. تمام. حضرتك هتسيب لنا حاجه تحت الحساب والباقي فوق الحساب ان شاء الله. مفيش مشاكل. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل حضرتك. عايز اعمل حمام. عايز حمام؟ أوه. احنا فندق 5 نجوم يا فندم. ثانيه واحده ثانيه واحده حضرتك. ثانيه واحده. ايه بقى؟ يلا هنعمل بيبي فين؟ هنعمل بيبي في البوتي. ايه يا استاذ؟ يلا هوبا نطي في البوتي. هوبا نطي نطي كلبه. يلا نطي في البوتي. نطي فين يا استاذ؟ نطي هوبا نطي. انا هعمل حمام في دي؟ ما انا بعمل في دي عادي. لا انت تعمل. انا ماليش علاقه. انا دلوقتي كان معايا اطفال. عايز اجيب لهم بس تذكرتين لو في ملاهي او حاجه. في كل حاجه هنا حضرتك. حضرتك مسؤول الاطفال هناك عند مسؤول الاطفال. عند الكلب. السلام عليكم. يا ابني الثعالب. بجاو ناو. السلام عليكم. يا ابني كتر السلام. ايه اللي معرفه ده؟ احنا معرفه خير يعني. مش عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت اسم حضرتك ايه؟ انا معاك سعيد ملاهي. عرفني؟ المهم حضرتك انا كنت عايز. تقعد يا ابني. ما تقعد يا حبيبي. هو انت في حاجه يا ابني في دماغك؟ ما تتفضل تقعد يا ابني. انت واقف ليه يا ابني؟ ليه تقعد نفسك؟ تعال تديني كف على كف. هو انا شغال عندك؟ يا ما سمح الله ما قلناش كده. بس يعني حضرتك جست غريب قوي. انت جست غريب. انا؟ والله. المهم عايز تذكرتين. ايوه للتوتا. وانا مكتوب على اورتي التذاكر يعني ولا مكتوب على شايف واقف بكشك يعني؟ هم قالوا لي اجي عندك. لابس دوبي. انا لابس دوبي واقف بفرق تذاكر.
والله هم قالوا لي اجي عندك. لا انت مش انت ما انتش فاهم حاجه. انا انت حضرتك ما انتش تفهم اي حاجه. انت لو بتفهم حاجه ما كنتش عملت الحاجات دي. لكن انت ما انتش عارف حاجه. انا انت في حاجه في مخك. لا لا عقلك ده مستحيل يكون فيه مخ. والله انا لازم امشي يا اخوان. مستحيل عقلك ده يبقى فيه مخ. مخك لو فيه عقل مستحيل. ايه ده؟ ايه جوه فيه ايه؟ حلبسه؟ كم مره تيجي اقول لك اقعد وانت اهو؟ كم مره؟ كتير حضرتك. انا ابوك يا ابني. انا ابوك. عايز تذكرتين. معناش يا عم تذاكر واحنا بتوع تذاكر. هو بيكلمني كده ليه اصلا؟ بكلمك هو بيكلمني كده ليه؟ هو ده الكمساري بتاعكم؟ ماله ده؟ معلش اسفين اسفين. خلاص يا متعدد الاسامي انت خلاص خلاص. فيها الطفش الزبون يا عم. راجل غريب يا عم مش فاهم. عايز معلش خلاص. انت بتفهم في الملاهي؟ تعال انا هفهم في الملاهي وانت اقف على الزفت البسين. تعال يلا ريكس يلا. هتلف وهتجيني. معلش معلش هو طيب والله هو طيب. معلش ما زعلتش منه. عايز ايه؟ انا طيب. عايز تذكرتين الزفت للملاهي. طب يا فندم هنجد لحضرتك تذكرتين زفت ملاهي وفي اوبشن كمان اضافي هننزل ولاد حضرتك البسين الصبح. ايه ده في بسين هنا؟ اه والله في بسين يا فندم وفي مسؤول مخصوص للبسين. فين حضرتك شايف الكلب؟ ايوه هو الكلب اللي جنبه. السلام عليكم. راو راو راو. خلاص يا ريكس سيبه. سيبه يا ريكس سيبه. اروح قلت له روح. سلام عليكم. قلت له هيلف ويجيني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. اتعرف بحضرتك؟ معاك عطيه مجلات. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟